الحدث مع أحمد القماطي. قراءة لواقع المشهد السياسي والعسكري وعامل التدخلات الخارجية. نسبل أغوار غموض الحاضر لنستشرف المستقبل ونحدد أي السيناريوهات أقرب للتعامل مع حالة التناقضات الليبية. في الحدث أهلا بكم مشاهدينا. حلقة خاصة أرحب فيها بضيفي الدكتور علي سعيد البرغثي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. والسيطرة على كامل محيط مدينة سيرت ومن ثم تحرير المدينة. هذه المناطق هي مناطق بترولية، آبار البترول والنفط موجودة، لذلك هي هامة. وبعد تحرير هذه المناطق ستصبح العمليات المقبلة أسهل. إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية. انتبهوا ان وجود الميليشيات، وجود الميليشيات في اي دولة، وعندنا نماذج كتير لا تستقر معها الدول. وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم وشعبها مناضل ومكافح. اذا كان يعتقد البعض انه يستطيع ان يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده امر بالنسبة لنا خط احمر، خط بالنسبة لنا خط احمر. اذا تحرك الشعب الليبي من خلالكم وطالبنا بالتدخل، ده إشارة للعالم على إن مصر وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد. أنا قلق للغاية بشأن المسلحين الذين يتدفقون إلى ليبيا من محافظة إدلب السورية. هذا تهديد لنا جميعا، لأنه يمكنهم الانتقال إلى أي مكان انطلاقا من ليبيا فيما بعد. كل طرف أن يتحلى بحسي المسؤولية وأن تتوقف التدخلات الخارجية والأعمال الأحادية من كل الذين يزعمون تحقيق مكاسب ومواقع جديدة بفضل الحرب. وأنا قلت بوضوح كبير للرئيس أردوغان، أنا أعتبر اليوم أن تركيا تلعب في ليبيا لعبة خطيرة وتنتهك كل التزاماتها بموجب مؤتمر برلين. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيفي في هذه الحلقة الاستثنائية ببرنامج الحدث، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بنغازي دكتور علي سعيد البرغثي. أجدد الترحيب بك دكتور، وقبل أن نبدأ معك في تفاصيل الدراسة التي قمت بإعدادها، يهمني أن تعطيني لمحة عامة عن تفاصيل الأزمة الليبية بصورة عامة، عن عمقها، عن أطرافها كذلك. شكرا جزيلا وبارك الله فيك، كل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل المشاهدين بخير. شكرا. نحن طبعا في هذه الحلقة قبل الحديث على الأزمة وأبعادها وكيفية الاستقراء مستقبلها، أنا بودي أن أقول شيئين اثنين من أجل المشاهد وليس من أجلي ومن أجلك. من أجل المشاهد أنا أقول بأننا نحن في هذه الليلة سنتناول موضوع ليس خطاب إعلامي على الإطلاق، إنه موضوع تحليلي من أجل أن يخلق رأي عام مستنير لدى هذا المواطن الذي أعتقد بأنه تم أسره في 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 أزمة أعتقد بأنه لا يدرك كثيرا الأبعاد التي في شأنها. نحن اليوم يا أحمد أمام أزمة، هذه الأزمة كان من الممكن أن توصف على أنها قابلة للحل السياسي أو الحل العسكري أو الحل الأجنبي، ولكنني أكاد أجزم أن هذا ليس ربما القريب الذي يراه البعض. الأزمة اليوم أسرت فيما يعرف بالنطاق الاستراتيجي الخارجي، وأظن بأن هذا الأسر قد سلب أيضا الإرادة الوطنية التي نحن في هذه الليلة
نحاول بقدر الإمكان أن نتحدث مع الإرادة الوطنية لكي نقول أن هذه الأزمة ليست كما تراها بشكلها التلفزيوني، وإنما لديها عمق يجب أن تفهمه يا أخي المواطن لكي نعمل مع بعض لإنقاذ هذا الوطن الجريح. حتى الدكتور في السابق أخبرتني أننا في ليبيا ربما نواجه معضلة حقيقية في تعامل المجتمع الدولي معها، بعد قليل سوف نفصل، لكن بصورة عامة أخبرتني أننا في ليبيا أمام مرحلة لإدارة الأزمة من الخارج وليس أمام محاولات لحلها كما يعلن. نعم، نحن في 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 مرة سابقة إذا تتذكر يا أحمد قلنا بأن الأزمة في 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 الحديث على حلها هو في واقع الأمر حديث صف الصاعي، حديث غير واقعي. الأزمة الآن تدار بقوة خارجية، هذه القوة الخارجية تمكنت من هذه الأزمة وأصبحت تسطر في الاتجاهات التي يجب أن تخذها. بعد قليل سنرى ليس بمحض الصدفة وإنما من خلال واقع الحال والتحليل بأن ما نقوله ربما يستند على حقائق يحتاج المواطن أن هو يراها. في تصوري يا أحمد أن بداية الحديث على الأزمة لهذا المجتمع، لهذا المواطن الذي أنا في تصوري بأنه أصبح في حالة إحباط يمكن أن تقود إلى حالة من العزوف على التفكير في كيفية المساهمة في إنقاذ هذا الوطن. هذه الأزمة أنا أقول لهذا المواطن لا تأخذ أزمة ليبيا على أنها مشهد واحد، هي أزمة لها ثلاث مشاهد أساسية: مشهد سياسي، ومشهد عسكري، ومشهد تدخل أجنبي. كل مشهد من هذه المشاهد يا أحمد له حياة، دائرة حياة بدأ بها وانتهى عندها. سنرى مع بعض إلى أي حد وصل كل مشهد من هذه المشاهد إلى أما الوفاة وأما إعادة تنظيم حياته أو أنه أعاد السيطرة على هذه الأزمة. إذن نحن أمام ثلاث مشاهد، ثلاث مشاهد: مشهد سياسي، مشهد عسكري، ومشهد تدخلات خارجية. نعم، نبدأ بالسياسي. المشهد السياسي في دورة حياة أيضا للمشهد السياسي. نعم، هذا المشهد السياسي دورة الحياة بدأت من وين؟ نحن لا نريد أن نتحدث على الأزمة الليبية على أنها هي أزمة قابعة في التاريخ. هي بدأت من مرحلة تسمى بالصخيرات. إذا لو تلاحظ أنت أن نحن بدأنا في 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 دائرة الحياة لهذا المشهد من شيء يقال عليه الاتفاق الصخيرات، ثم انتقلنا هذا الاتفاق وصل إلى حد الموت، إلى حد أنه أدخل في غرفة الإنعاش، وبالتالي في تصوري بأنه أعطي بعض الإبر المنشطة حتى يبقى على قيد الحياة. أعطى إبرة في باريس، أعطى إبرة في باليرمو، أعطى إبرة في أبوظبي، أعطى إبرة بمعنى الوصول إلى المؤتمر الجامع وفشل، أعطى إبرة أخرى في ما يعرف بقمة برلين، و خرج عن قمة برلين ما يعرف بمخرجات برلين وانغلق هذا المشهد السياسي. لو أنت، وأنا أقول للمواطن أيضا، لو أنت ترى هذه سيرة الحياة لهذا المشهد، السؤال الذي تطرحه بكل عمق هو: ما هي التداعيات التي يتسبب فيها مشهد وصل إلى حد الانغلاق؟ أنا أقول بأن التداعيات هي خمسة. أول هذه التداعيات التي تسببها هذا المشهد السياسي هو الانقسام السياسي، زيادة التدخل الأجنبي وعودة الاستعمار، تردي الأوضاع الاقتصادية، زيادة خطر قوات أجنبية مسلحة ومرتزقة، إرهاب في الأراضي الليبية، شلل شبه تام لخدمات المواطن. أنت لو تخرج إلى الشارع اليوم المواطن يريد أن يتخلص من هذا المشهد. إذن هذا المشهد هي ربما ترجمة أو تداعيات كما سميتها للمشهد السياسي المنغلق. نعم، هذا المشهد السياسي المنغلق تسبب في التالي، تسبب في هذا صيغة الحياة التي أراد أن يعيشها انغلقت أمامه فوصل إلى ما وصل إليه اليوم. رغم محاولات الإنعاش الخارجية، رغم محاولات الإنعاش الخارجية التي
سنراها فيما بعد. هذا المشهد الدورة الحياتية لهذا المشهد لم تكن في المشهد في مشهد الأزمة لوحدها، كان هناك مشهد آخر وهو المشهد العسكري. نحن نرى مع بعض المشهد العسكري أيضا. المشهد العسكري بدأ من وين؟ المشهد العسكري بدأ من بناء لقوات المسلحة من أجل محاربة الإرهاب واقتلاعه. إذن ما الذي حصل؟ بنيت هذه البنية، تم تحرير بنغازي، تم تحرير المواني النفطية، تم تحرير درنة، تم تحرير الجنوب، امتدت هذه القوات إلى المنطقة الغربية، دخلت هذه القوات إلى طرابلس، حاصرت هذه القوات ميليشيات في ما يعرف بجيوب طرابلس، ولكنها توقفت عند ذلك ثم أعادت التموضع. تسأل السؤال نفسه يا أحمد، نفس السؤال، ما الذي تشكل أو ما الذي تداعي بعد أن وقف هذا المشهد العسكري هناك؟ أنا أقول أيضا بأن هذا المشهد له مخرجاته. هذه المخرجات هي ماذا؟ تمكن هذا المشهد من استئصال بؤر الإرهاب في بعض المناطق. لا أعتقد بأن هناك تباين لدى المجتمع الليبي بأن هذا المشهد استطاع أن يقتلع بؤر الإرهاب في بعض المناطق. سيطر هذا المشهد على بعض المناطق. توقف الجهد العسكري على تخون طرابلس. أعاد هذا المشهد التموضع في المنطقة الوسطى. قبل هذا المشهد التفاوض السياسي. شوف المخرجات. إذن هو أيضا هذا المشهد هو ليس منغلق وإنما في حالة إعادة التموضع. إذن المواطن الآن لابد وأن هو يدرك بأن دورة الحياة للمشهد الأول انغلقت وأفرزت تداعيات المشهد السياسي، مشهد السياسي. دورة الحياة في المشهد العسكري توقفت وإعادة التموضع. طيب. إذن لما نقول إعادة التموضع، فهمت؟ توقف المشهد العسكري بعد قليل سوف نتحدث عن أسبابه. نعم. الحالية أو الآنية ولماذا توقف حاليا عند هذا الخط سرت الجفرة، لكن قبل ذلك أنت تتحدث أنه توقف المشهد العسكري كما سميته، هل هو ربما يعيدنا إلى المربع الأول، إلى إعادة محاولة فتح المشهد السياسي المنغلق؟ أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد المشهد العسكري في حالة التموضع يريد أن يحقق شيئين اثنين. الشيء الأول أنه هو يريد أن يعيد ما يعرف بإعادة تشكيل إدارة الأزمة في حد ذاته، وثانيا أعتقد بأنه في حالة موازنة لكيفية التعامل مع العامل الخارجي. إذن نحن الآن إعادة التموضع جاءت بناء على ماذا؟ جاءت بناء على حالة من الرجوع إلى منطقة من المناطق يتم فيها الآتي، يتم فيها إعادة ترتيب هذه القوة، ولكنها في نفس الوقت أنا أتصور وأنا لست عسكري، لكن أتصور بأنه أيضا في نفس الوقت يريد أن يعرف كيفية التعامل مع العامل الخارجي. بعد قليل سوف نتحدث عن المشهد العسكري بإسهاب أكثر، وأيضا مشهد التدخلات أو العامل الخارجي كما وصفته دكتور، لكن اسمح لي مرة أخرى أن أعود إلى المشهد الأول المنغلق، المشهد السياسي كما أكدت لي الدورة الحياتية وصلت به من الصخيرات المغربية إلى مرحلة انغلاق كامل حاليا رغم محاولات الإنعاش الدولية التي فشلت حتى الآن في الوصول بهذا المشهد أو الانتقال به لمشهد التعافي الكامل، وهل نحن فعلا مقبلون على هذه المرحلة أم لا؟ لكن قبل ذلك لفتني وأنت تستعرض المشهد السياسي حديثك عن عودة الاستعمار من جديد، ما المقصود بذلك دكتور؟ هل تعتقد أنه ربما تدخل تركيا، مساندتها للميليشيات الإرهابية في ليبيا، إرسالها لأكثر من 17,000 مرتزق سوري إرهابي وحديث عن جنسيات أخرى كذلك، كل ذلك هو ترجمة لحديثك عن عودة الاستعمار من جديد، أو أنك قصدت في الدراسة شيئا آخر؟ لا، هو أنا أقول الآتي، أقول بأن هذا جزء من الموضوع وهو ما يعرف بالتواجد التركي على الأراضي الليبية، لكن الأخطر من ذلك أن عناصر فقدان السيادة وفقدان الشرعية مع تواجد عسكري أجنبي في داخل البلد يعني بالضرورة حالة الاستعمار.
هذا يعني ليس هناك تعريف صحيح يؤدي بنا في تفسير هذه الظاهرة، إلا أن نحن نرى مكوناتها. مكوناتها هي الآتي: أن نحن أمام استعمار بدرجة أو أخرى. وأنا أقول بأن كلما ازدادت المدة في هذه الحالة كلما تثبت ذلك إلى حالة من الاستعمار. دخلت القوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى فيتنام لأجل عملية محددة في الأول أريد بها 6 شهور، خرجت من فيتنام بعد 20 سنة. نحن نقول بأن وجود القوات الأجنبية في داخل منطقة السيادة للدولة يعني بالضرورة وجود حالة من الاستعمار. وأيضا فيما يتعلق، طالما أنك استندت لتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، نعود إلى تجربة تركيا في قبرص كذلك. نعم. كثير يتحدث أنها ربما منذ عام 74 تحتل قبرص وإلى الآن هي مستمرة في ذلك. تتحدث أنه كلما زادت السنوات نحن نثبت واقع استعمار للبلاد، وهذا هو الخطر. ولهذا السبب نحن الآن محتاجين أن كل من يسمعنا، ليس بالضرورة أن يسمعنا من هو مؤيد للجيش، مؤيد للجيش أو لا، أنا لا أعتقد بأن هذه اللحظة التاريخية في هذا الوطن يمكن أن هو يقيمها الإنسان بالاصطفاف. أنا أقول بأن الاصطفاف الوحيد الذي يجب أن يتم هو اصطفاف الوطن. وبالتالي الخطاب اللي نحن نوجهه الآن ولا نتحدث عليه، وأنا شخصيا يعني أؤمن به كثيرا، أننا نحن نتحدث على ظاهرة وربما تكون تداعياتها أكبر من تداعيات التي يفكر فيها الإنسان. لأننا لما ننتقل إلى المشهد الأجنبي يا أحمد بعد لحظات حنلاحظ بأن نحن لا نتحدث على دورة حياة كما قلنا في المشهد السياسي وفي المشهد، نحن نتحدث على شيء آخر. نحن نتحدث على نموذج الزلزال، فهمت؟ فيه ما يعرف بمركز الدائرة وفيها أطراف لهذه الدائرة، وسنلاحظ مع بعضنا صحيح. بأن هذا الزلزال، فهمت، من الممكن أن 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 يدمر هذا البلد بجميع ما فيها. طيب دكتور، نعم. قبل أن نصل إلى هذا المحور، المحور الأخير، محور التدخلات الخارجية، وقبل قليل أيضا وأنا أطلع على دراستك أنت قسمتها إلى ربما 4 دول أو 4 مجموعات من الدول تتدخل في ليبيا: دول مركز الأزمة، دول قريبة من مركز الأزمة، دول وظيفية، ودول هامشية. كل ذلك سوف نتحدث عنه اليوم بالتفصيل، ومستقبل التدخل الخارجي أيضا في ليبيا. لكن بالعودة إلى هذا الاحتلال أو الاستعمار التركي للبلاد، أنت تحذر كل الليبيين الآن باختلاف توجهاتهم السياسية من خطورة وجود تركيا في ليبيا، وتتحدث أنه كلما مضت الأيام والأشهر والسنين نحن نتحدث عن صعوبة تغيير هذا الواقع، أو ربما سوف نتحول إلى دولة مستعمرة رسميا من قبل تركيا مثل ما حدث الأمر مع قبرص وربما دول أخرى، وتركيا تتدخل وتحتل أكثر من دولة اليوم. لكن قبل ذلك، كثير يسأل عن مستقبل هذا الوجود التركي في ليبيا، طالما نتحدث عن الأفق السياسي. نعم. أو دورة الحياة في المشهد السياسي المنغلقة. نعم. إذا ما تحدثت محاولات إنعاش جديدة أو محاولات تسوية سياسية للأزمة، كيف سيكون مستقبل الوجود التركي؟ هل ستخرج تركيا؟ لا، هذا السؤال محتاج أن نحن نأجل إلى أن نعرف أين نضع تركيا في داخل المشهد الأجنبي. أنا أتصور بأن هذه الحالة اللي هي حالة تركيا هي حالة وظيفية سوف نتحدث عنها، لأنها ليست لها إدارة لهذه الأزمة. يعني يجب أن يأخذ المواطن في ذهنه أن بالرغم بكل ما نراه الآن من 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 تمحور حول الموضوع التركي، إلا أن هذا المشهد في حد ذاته التركي هو مشهد وظيفي. حنشوفه نحن شو معناها بعد قليل. بعد طيب. قليل نؤجل إذن الحديث عن الوجود التركي والاحتلال التركي والاستعمار التركي للبلاد لمحور آخر في هذه الحلقة. المشهد السياسي منغلق، دورة حياته انتقلت من الصخيرات المغربية إلى أن وصلت إلى حالة الانغلاق، انسداد الأفق التي نعيشها اليوم. المشهد العسكري تتحدث قبل قليل أنه أيضا يمر بدورة حياة معينة، والكثير يسأل لماذا توقف الجيش عند هذه النقطة وعادت موضعه مرة أخرى عند السرت
والجفرة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من دخول قلب طرابلس دكتور؟ أنا 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 لا أعتقد بأنني نستطيع أن أجيب على المحتوى العسكري، لكنني من الممكن أن أجيب على التغيرات الجيوسياسية التي كانت حادثة بإطار الأزمة. وأنا أقول بأن لربما القيادة العسكرية أدركت إدراك تام بأن هناك خطر يأتي ليس من تركيا في حد ذاته، وإنما من فكر استراتيجي آخر لربما فوظف هذا العامل التركي لكي يوقف العمل العسكري. أنا هذا ما أعتقده، وربما أكون غلطان، لأنني في 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 حديثي فيما بعد حنلاحظ بأنني أنا لم أخذ على الإطلاق المشهد الأجنبي على أنه مشهد واحد، هنشوفها مع بعضنا. طيب، لكن إلى الآن عند هذه النقطة التي وصلنا إليها، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، أنت الآن تحاول أن تفسر كيف اتخذت القيادات العسكرية هذا القرار، وإن كان هذا شأن عسكري، لكن عند هذه النقطة التي وصلنا إليها الآن فيما يتعلق بدورة حياة المشهد العسكري كما وصفتها دكتور، هل يمكن أن أسألك ما هي أبرز مخرجات المشهد العسكري منذ انطلاقه في ليبيا؟ أنا أقول بأن المشهد العسكري منذ انطلاقه فحقق انتقالات مهمة. الانتقال المهم الذي تحقق هو أنه أنشأ تلك النواة للجيش من أجل اقتلاع ما يعرف بالإرهاب، ما يعرف بالإرهاب. وأنا أقول بأنه لم يتم ذلك في أذهاننا فقط، وإنما على الأرض. أنا أتصور بأن من يسمعني في بنغازي الآن يدرك ماذا أقول، ومن يسمعني في الجنوب يدرك ماذا أقول، ومن يسمعني في درنا يدرك ماذا أقول، وفي مناطق أخرى يدرك ماذا أقول. لكنني أقول أيضا بأن تلك إعادة التموضع التي حصلت للمشهد هي في واقع الأمر لها علاقة بما يعرف بالسلة الاستراتيجية العامة التي تحيط بهذا المشهد، الذي هو بالدرجة الأولى إسقاط من قوة أجنبية ليست بالضرورة تركيا، تركيا عامل وظيفي، لكن هناك غطاء استراتيجي لهذه الدول. هذه الدول يا أحمد، هذه ليست جمعيات خيرية على الإطلاق، هذه دول لها مصالحها ولها، وحنشوف مع بعضنا نحن إذا أردنا أن نتعامل مع هذه القوة لابد أن ندرك بأن هذه القوة لها أولويات في مصالحها، لها مصالح وهذه المصالح لها أولويات، وليبيا أيضا من ضمنها. إلى أي حد سوف نرى مع بعض؟ طيب، لماذا توقف عند سرت والجفرة عند هذا الخط تحديدا؟ أنا أقول بأنه هذا لا يزال يقع في إطار الـ 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 الإطار الاستراتيجي. السؤال الذي تطرحه أيضا على الـ على الـ على الـ على الجانب الآخر حتى نثبت أن نحن نتحدث على 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 ظاهرة لها جذور خارجية قوية، فهمت؟ أنك أنت لقول لماذا لم تتقدم القوات من الطرفين في 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 معركة؟ إذن هناك بالدرجة الأولى هناك عامل ضابط إيقاع، ضابط إيقاع استراتيجي عام يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وأنا أعتقد بأنها هي كانت فطنة كبيرة بأن القيادة العامة للقوات المسلحة أن تتخذ هذا الجانب بكثير من الحذر، لأن هذا الجانب لا يجب أن يهمل على الإطلاق. الحذر من ماذا؟ الحذر من أن الأزمة الليبية لم تعد على الإطلاق، لم تعد على الإطلاق أزمة داخلية، وإنما انتقلت إلى سلة ما يعرف بالأزمة الاستراتيجية. طيب، يعني في الإطار في الغلاف الاستراتيجي العام الذي تتعامل به العلاقات الدولية الآن، الأزمة الليبية جزء منه. طيب، فكر فيها بهذا الشكل. ومرة أخرى عند الحديث عن سرت والجفرة دكتور، حتى الخطوط الحمراء التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت عند هذين المحورين تحديدا. ما السبب؟ هل الأمر علاقة بمحددات أمن قومي مصرية أم لأسباب أخرى أيضا؟ أنا أيضا صنفت مصر بأنها هي من الدول الوظيفية، وسأتحدث عليها، فهمت؟ أنا أقول بأن هناك منطقة من المناطق في داخل غلافات هذه الأزمة التي سنراها فيما بعد أن تقع فيها دول لها وظيفة محددة فيما يتعلق بإدارة الأزمة. نعم، تدعو إلى الحذر دكتور، لكن فيه من تخوف
بمعنى توقف الجيش عند هذا الخط تحديدا، وأيضا عدم قدرة الطرف الآخر على تجاوزه. الكثير يتحدث أنه ربما هناك رغبة دولية لتثبيت ستاتيك معين، جمود معين، تمهيدا لتقسيم البلاد. هل هذا الأمر مطروح برأيك؟ نحن لما نصل إلى السيناريوهات الثلاثة التي طرحتها أنا، ستجد الإجابة على هذا السؤال في السيناريو الثالث. وأنا سأقول لك بصراحة، فهمت؟ أن عندما نتحدث على سيناريوهات المستقبل، أنا أريد من كل أذن أن تسمع بشكل حذر، لأن ربما ما سأقوله سوف لن يعكس الواقع، ولكنه سينبه بأنه من الممكن أن يحدث. طيب، وأيضا في هذه الحالة دائما حتى المفاوضات دكتور، الكثير يتحدث أنه يجب أن يستعد الجميع أو يطرح أمامه أسوأ سيناريوهات حتى يكون جاهز للتعامل معها. بعد قليل سوف نتحدث عن هذا بإسهاب أكثر، لكن أيضا استوقفني وأنت تتحدث عن المشهد العسكري في دراستك دكتور، أنك أوردت فقرة عن قبول التفاوض لإيجاد حل سياسي بعد دورة حياة المشهد العسكري التي توقفت عند هذا الخط. ما هي الأسس التي يمكن أن نتحدث عنها أنه يجب أن نتجهز لها لبناء جسم تفاوضي قادر على ضمان الحقوق؟ نعم، أنا أعتقد هذا سؤال مهم، وربما كانت الإجابة عليه في حلقة سابقة معك، لكن أنا الأجدر بي الآن أن أقول أنا كيف عرفت بأن هناك جزء من مخرجات المشهد العسكري يتعلق بالتفاوض، يتعلق بالحل السياسي كما وردت، فهمت؟ من أين أخذت هذا الانطباع كمحلل؟ أنا أقول بأن أنا أخذت الانطباع عندما رأيت بأن هناك طرح لما يعرف بالمبادرة المصرية، ورأيت بأن هناك قبول أيضا رسميا. قد لا يكون هذا القبول في التفاوض السياسي على نفس المستوى في القبول بالتفاوض السياسي الذي يعد له مجلس النواب، قد لا يكون مرحلة النضوج التي يحتاج الطرفان بأن يطورها لكي يتعامل مع عملية التفاوض قد لا تكون واحدة. لكن أقول الآتي، أنا أشعر بمرارة وبمرارة متزايدة بأن هذا الموضوع الذي يتعلق بالتفاوض، هذا الموضوع يتم تناوله بطريقة لا تنتمي أبدا على الإطلاق إلى الفكر السياسي. أنا لا أتصور من أي طرف دكتور، الآلية التفاوضية غير سليمة على الإطلاق، للطرفين أم للطرف الممثل لمجلس النواب؟ الطرف الممثل لمجلس النواب هو الذي يتفاوض الآن. أنا لا أتصور على الإطلاق في أي لحظة من اللحظات في عمري الذي قضيته في هذه الدراسات بأن يبدأ رأس الهرم بالتفاوض من أجل الحل السياسي. هذا الموضوع يا أحمد الذي يتعلق بالتفاوض لن يصل إلى رأس الهرم إلا بعد أن تأكل جميع الأطراف أصابعها. عندما تأكل جميع الأطراف أصابعها يمكن للهرم أن يقذف بنفسه في داخل هذا التفاوض ويقطف ما يستطيع أن يقطفه. عندما تبدأ برأس الهرم في التفاوض، لا أعتقد بأن لديك فرصة بأن تعوض ما يمكن أن تعوضه في عمليات التفاوض. طيب، رأس الهرم الحاجة الوحيدة التي الحاجة الوحيدة التي ستحدثها عند هذه الحالة هي حالة التنازل. أنا أقول بأنه عندما يبدأ مرة ثانية حتى يفهمني جميعا، عندما يبدأ رأس الهرم بالتفاوض، الطريق الوحيد الذي سيسلكه هو التنازل. دكتور، أنت لا تتحدث من واقع علمي، أنت متخصص في هذا المجال، ولا تتحدث ربما من ناحية استقطاب سياسي أو تستهدف طرف دون الآخر، أنت تتحدث كما تقول الكتب، تشخيص الأزمة أيضا من الواقع، المحاضرات التي تعلمها لطلبة الجامعة في جامعة بنغازي وغيرها من الجامعات الليبية وفي كل جامعات العالم. لكن مرة أخرى، رأس الهرم الذي تتحدث عنه في هذه الحالة دكتور هو رأس هرم رئيس مجلس النواب،
هو الذي تتحدث أنه من الخطأ، هكذا فهمت على الأقل وصحح لي إن كنت مخطئا، تعتقد أنه من الخطأ أن يندفع رئيس مجلس النواب في هذه الجولات الخارجية أو في ملف التفاوض بنفسه، وتتحدث أنه هذا الأمر قد يصل بنا إلى التنازل، تتحدث أنه في مراحل عدة يجب أن نسلكها قبل أن يصل أو أن يدخل أو أن يلج رأس الهرم في مجلس النواب إلى هذه المرحلة؟ أنا أقول يا أحمد، كلامي صحيح؟ ليس هناك أي غموض فيما تقول. أنا أقول الآتي يا أحمد، أنا ليس لدي استفاف على الإطلاق في أي شيء إلا للوطن. أنا ليست لدي على الإطلاق رغبة في تناول الشخوص. هذا ليس من عملي ولن أقوم به، لأنه لا أعتقد بأنه يخدم القضية التي نحن من أجلها اليوم، وبالتالي لا يفهمني أي واحد بأنني أنا أهاجم ذلك أو أنا. أنا أقول بأن منهج التفاوض الدولي، منهج التفاوض الدولي يقول أن إذا بدأ رأس الهرم بالتفاوض في أي قضية من القضايا، الطريق الوحيد الذي سيسلكه إلى أن يصل إلى حالة توافق مع الطرف الآخر هو التنازل. أنا أدعوه دعوة صادقة ليست لها أي أبعاد على الإطلاق أن يعيد التفكير في مفهوم التفاوض في ذهنه. رئيس مجلس النواب غير من الأطراف، أنا لا أعلم وليست لي علاقة على الإطلاق، لكنني أقول بأن هذا الطريق الذي يسلك الآن هو طريق قد يقود إلى التنازل. قد أكون غلطان. أنا أقول الآتي يا أحمد قبل ما يفهمني أي واحد بالغلط، هذا العمل الذي نقوم به هو عمل تحليلي وهو عمل إنساني، فهمت؟ وأنا أكاد يعني أجزم بأنه ينتابه الكثير من القصور. أنا الشيء الوحيد الذي أعمله أن الذي يسمعني الآن يغفر لي القصور الإنساني. ليست لدي أبدا على الإطلاق رغبة في تناول أشخاص ولا تناول المؤسسات ولا غيرها. أنا أتناول في الموضوع الذي أرى بأن المواطن يجب أن يفهمه. دكتور، مرة أخرى، أنت تعتقد أنه من الخطأ أن يلج رأس الهرم في أي عملية تفاوضية مباشرة كما يحدث الآن ونتحدث عن رأس هرم مجلس النواب؟ الطرف الآخر من هو رأس الهرم فيه؟ وهل تعتقد أنه أيضا ارتكب ذات الخطأ؟ أم أنه لازالوا يحافظون على هامش معين يلقون بأطراف أخرى في المقدمة؟ لا، أنا أقول الآتي، أقول بأن التفاوض مع الطرف الآخر هو تفاوض أفقي. بمعنى آخر أن التفاوض مع مجلس النواب هو تفاوض رأسي، فيه رأس هرم يتفاوض. التفاوض مع الطرف الآخر هو تفاوض أفقي، بمعنى آخر بأن هناك مجموعة من الاصطفافات التي تتواجد على خط التفاوض، كل منه من الممكن أن يتحرك، فهمت، في سبيل كسب موقع. هذا شيء إيجابي بالنسبة لهم. هذا شيء إيجابي بالنسبة لهم، ولكنه ليس إيجابي بالنسبة تعرف دكتور. نعم. الكثير كان يتحدث وهو يقرأ المشهد بهذه الطريقة، يتحدث أنه ربما التوزع الأفقي لقيادات الطرف الآخر، المجلس الرئاسي، مجلس الدولة، مؤتمر وطني، أخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات الأخرى، هو شيء أو ترجمة لانقسام ويؤدي إلى ضعف هذا الطرف. أنت الآن تؤكد على العكس من ذلك، بمعنى أنه هذا الطرف ربما توزيع أدوار قد يحقق كل طرف مكاسب أكبر. لا، أنا من ذات المعسكر الذي واقف في زاوية التحليل السياسي، الذي واقف في زاوية السياسي يرى بأن هذا العمل الذي يقام على المستوى الأفقي هو عمل تفرقة. الذي واقف في زاوية التحليل السياسي التفاوضي يدرك بأن هذا العمل مبرمج. ولماذا مبرمج يا أحمد؟ لماذا مبرمج؟ لأن في حقيقة الأمر أنك أنت تتفاوض مع مجموعة مصطفى اصطفاف أفقي أمامك، من الممكن أن تتحرك إلى الأمام وإلى الخلف دون أن تتأثر. لكنني أنا لما أتعامل مع رأس الهرم الوحيد اللي موجود يتفاوض معايا، أنا أقول بأن أين سيذهب التفاوض؟ التفاوض سوف لن يذهب إلى أعلى، لأن ليس هناك أعلى. التفاوض سوف يذهب إلى أسفل، وبالتالي سوف يكون هناك سلسلة من التنازلات لكي تصل إلى
مستوى التفاوض الذي تحتاجه واللي هو التفاوض. يعني قواسم مشاركة يعني أنت على لكي تصل إلى التوافق في حالة التفاوض محتاج أنك أنت تحرك روافع في الأمام وإلى الخلف إلى أن تصل إلى حالة التوازن بينك وبين الطرف الآخر. فهمت؟ ليست هناك في التفاوض ليست هناك على الإطلاق ما يعرف بالعملية السفرية، يعني ناخذها كلها ياخذها هو كلها. التفاوض معناها بالدرجة الأولى لما تضع قلمك على التفاوض تدرك بأن هناك حالة من التوافق في مرحلة من المراحل لابد وأن تتنازل فيها ولابد أن تكتسب فيها وبد أن تعطي الطرف الآخر مكسب. أنا أقول بأن الاصطفاف الأفقي في الطرف الآخر هو اصطفاف حميد بالنسبة للعمل ومبرمج سر قوة للطرف الآخر، مبرمج بالدرجة الأولى بكثير من الأشياء. ولهذا السبب يمكن لخطاب الطرف الآخر أن هو يتغير خلال ساعات. الناس تعتقد بأنه خلال هذا التغير هو تغير تنازع. أنا لا أظن، أنا لا أعتقد، وأتمنى أن أكون غلطان في لحظة من اللحظات، لكنني أنا لا أمتلك العاطفة التي من الممكن أن هي تجرني على أني نبدأ في أمنيات. أنا أتعامل مع قضايا نوظف فيها فيما أعرفه. طيب. والله أعلم. رأس مجلس النواب الآن بهذه الطريقة هو دعني أقول ينتقل للمفاوضات بأسلوب عشوائي عكس الأسلوب الآخر المبرمج الذي يتبعه الطرف الآخر. نتحدث عن مجلس الدولة، المجلس الرئاسي، جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التيارات التي تتحكم الآن بطرابلس. توزعها الأفقي الذي يراه ربما غير المطلع أو غير المتخصص بأنه ترجم الانقسام حاد سيعصف بهذا الطرف، هو على العكس من ذلك، هو سر قوة ويعطيهم دفعة أمامية في أي تفاوض قادم. على العكس من ذلك اطلاع رأس البرلمان في أي مفاوضات، مرة أخرى لا نستهدف أشخاص لكن نقرأ في دراسة علمية لدكتور البرغثي تقول أن هذا يعني سر ضعف وسيصل بنا إلى التنازل، سوف يؤدي إلى خلل كبير الآن، أليس كذلك؟ نعم. أنا فقط أريد أن أصحح بأنه قد لا تكون العملية عشوائية بالنسبة لرأس الهرم، لكن القاعدة الأساسية تقول بأنك ليس أمامك طريق آخر. الطريق الوحيد الذي ستسلكه هو طريق النزول، لأنك أنت متواجد بين البيت متاعك في رأس الهرم وليس في أسفله علشان تصعد به. وبالتالي أنا لا أقول بأنه عشوائي حتى لا يتهمني أحد بهذا، أنا أقول بأن هناك نزعة قائمة أن هذا التفاوض الأفقي هو خطر على القضية التي يريد مجلس النواب أن يحقق. طيب مرة أخرى ربما نحاول أن نفكر بذات الطريقة التي يفكر بها رأس هرم مجلس النواب. عندما تطلب منه دول معينة زيارات أو بدء تفاوض، هل هو برأيك أنت هل تنصحه أن يقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، لا لبريطانيا، لا لفرنسا، لا لإيطاليا، لن أتفاوض ولدي فريق ربما ولدي أشياء أخرى سأعرضها قبل أن يصل التفاوض إلى رأس الهرم، تنصحه أن يذهب في هذا الاتجاه؟ لا أبدا على الإطلاق. أنا لا أقول بأن الزيارات التي يجب أن تقوم بها الشخصيات المسؤولة هي زيارات يجب أن تكون زيارات تفاوض. التفاوض عملية أخرى، التفاوض عملية تقنية، فهمت؟ لا يمكن أبدا التعامل معها على أنها هي ضمن سلة زيارات. من الممكن أنك خلال هذه الزيارات أنت أيضا تطلع على ما يريد الآخرين، لكنك لا تتفاوض، لكنك لا تعرض بأن هناك حل الأزمة يتكون من واحد اثنين ثلاثة أربعة. يا أحمد، أنت لما تضع الحدود العليا لك، ماذا تتوقع أن تعمل بعد شهر أو شهرين من ذلك؟ لما تضع الحدود العليا لخطابك، إذن الخطوة الأخرى التي ستعملها أنك أنت ستخفض هذا الحد، لأن ليس هناك مجال بعد العليا. ولهذا السبب لربما الزيارات هذه هي زيارات حميدة، لكنني أقول بأن لا يجب على الإطلاق أن يتناول رأس هرم
سلطة عملية التفاوض التي لم تبدأ بعد. وأنت الآن تقدم نصيحة، قد يكون الطرف الآخر يدفع بنا إلى فخ معين أو هذا الأمر غير حميد وسوف ينتقل بنا إلى كارثة التنازل كما يؤكد الدكتور سعيد البرغثي علميا. أنا حأعطيك مثال مرة أخرى وهذا المثال سوف لن أكرره. أنا أقول لك بأنه بعد 19 سنة من الحرب الفيتنامية عقد ما يعرف بمؤتمر باريس، وقيل للفيتناميين بأنكم يجب أن تذهبوا إلى باريس للتفاوض على السلام. قبل أن يذهب الفريق جلس مع من جاء بعد ذلك رئيس للدولة، جلسوا على طاولة. هذا الشخص جلس مع بقية المفوضين لمدة ساعة زمنية تناقشوا فيها كل ما يمكن أن يتناقش، هو لم يفتح فما بكلمة واحدة. الشيء الوحيد اللي كان يعمل فيه ذلك الرجل أنه ماسك شيء مطاطي يمطط فيه قدامهم. لما خرج الفريق تفاوض قال للرئيس رئيس الفريق اللي بيمشي لباريس، قالوا له احنا ما فهمناش حاجة، الرئيس مقمز وما حكش على الإطلاق ويمطط في القضية هاي. قال لهم هذه هي رسالة التفاوض. يا أحمد يتفاوضوا في باريس، فهمت؟ وفي لحظة من اللحظات استطاع الجيش الفيتنامي أن يحتل سايغون، وتأتي الحوامات الأمريكية لكي تنقذ الأمريكان من داخل السفارة الأمريكية. ذلك المطاط كان يقول ماذا؟ يقول تفاوضوا بمط المدى الزمني. ليس هناك على الإطلاق نافذة لكي يطل منها رأس الهرم على مسألة تفاوضية تكنيكية. أنا أنصح بذلك، ولكنني ربما نكون غلطان، ربما نكون من جيل لا يدرك ماذا يفعل مجلس النواب، لكن أنا لا لكن أنت تنصح بفريق متخصصين. أنا أنصح بذلك. أنا أنصح بأن القذف مستشارين برأس ليست بالضرورة مستشارين. أنا أقول بأن القذف برأس الدولة يأتي في نهاية المطاف وليس في أول المطاف، فهمت؟ ولهذا السبب وقبل أن نصل إلى رأس الهرم، من الذي يفاوض في هذه الأثناء؟ لأنه في تجربة أخرى على سبيل المثال سابقة في الصقيرات، الكثير يتحدث أنه فريق تابع لمجلس النواب بمستشاريه مقابل فريق تابع للمؤتمر الوطني بمستشاريه، مع ذلك انتهت بنا بكارثة. رأس الهرم لم يفاوض مباشرة وقتها. نعم لكنه فقد شيء مهم، فقدوا الرؤية الواحدة التي من الممكن أن يصطف حولها التفاوض بصفة إجمالية. فريق مجلس النواب الذي فاوض في الصخيرات فقد الشيء المهم الذي لما تفتح باب حجرة التفاوض يكون في ذهنك، وهو ما هو المنهج الذي تريد أن تفاوض عليه لكي تحقق تلك الفجوة في التفاوض. هذا فقد المجلس النواب، ولهذا مشى فريق متفرق وليس فريق يحمل رؤية واحدة تتعلق بتطلع إلى المشهد السياسي الليبي. دكتور علي سيد البرغثي، لكن البعض يتحدث أن المغريات كبيرة جدا، بمعنى أنه رشاوى ضخمة تستخدم وتضخ من قبل هذا الطرف المدعوم من الخارج قطريا وتركيا. هذه التجربة ربما حدثت في الصخيرات. الكثير يتحدث أنه ربما، ودعني أفكر الآن من هذا المنطلق الذي قد يفكر به المستشار عقيلة صالح، ربما يتخوف من إرسال فريق معين وربما يخون بعضه كما حدث في السابق مقابل مرتبة معينة أو رتبة أو سفارة كما حدث في الصغيرات، لذلك رمى الرجل بنفسه في هذه المفاوضات مباشرة. نعم، لأنه ببساطة لم يفعل الواجب الذي يجب أن يكون. الواجب الذي يجب أن يكون يقول ماذا؟ يقول بأنك أنت في حاجة إلى إنشاء مصفوفة للتفاوض. هذه المصفوفة ليست مصفوفة موضوعات فقط، وإنما مصفوفة أيضا من يكون في تلك
في ذلك الموضوع حتى يصل إلى المستشار. إذن الخوف الذي يباع بهذا الشكل، أنا في أنا لست من المشترين. أنا لا أقول بأن هناك رشاوي أو غيرها، هذا موضوع لا 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 أفقهه على الإطلاق، لكنني أقول بأن هذه المسألة التكنيكية محتاجة إلى شيء محدد في عملية التفاوض. هي تلك المصفوفة التي يجب أن تفعل، وهذا الفعل الذي يجب أن يتم، ومن يقوم به. عندما يصل التفاوض إلى المرحلة الأخيرة يكون رأس الهرم قد هضم تلك المرحلة، وربما ليست بالضرورة أن يقبل بها، ليست بالضرورة، لأنه المرحلة الزمنية التي قطعها المفاوضون إلى أن وصلوا إلى رأس الهرم تغيرت فيها عوامل أخرى ربما أعطاه هو الفرصة بأن هو يغير الاتجاه. أنا أقول بأنك لما تبدأ به هو ليست هناك فرصة بأنك تغير الاتجاه، لأنه هو مساك الدمان خلاص، يعني هو لسوق قاعد. في مخاوف أخرى قبل أن أنتقل بك للعامل الخارجي، بمعنى عندما تتركز المفاوضات بهذه الطريقة الرأسية أو رأس الهرم يفاوض مباشرة، أنت تتحدث عن الخوف من تقديم التنازلات، هل نتحدث ربما عن ضغوط خارجية قد تمارس في أي مفاوضات قادمة ضد رأس الهرم المفاوض، عكس ما إذا كان هذا الأمر متوسع أفقيا؟ هل هذا التخوف مطروح، بمعنى أنه التهديد بضغوطات على رأس الهرم المفاوض؟ نعم على طول، هذا طبيعي متوقع. اللي هو الانكشاف نسموه فيه نحن، فهمت؟ نحن نحاول بقدر الإمكان في التفاوض أن نجعل متخذ القرار النهائي غير منكشف. عودة مرة ثانية باش يفهم المواطن، أنا لا أريد أن أستخدم لغة صعبة شوية، فهمت؟ أنا أقول بأن من التكنيك الذي نستخدمه في التفاوض، فهمت؟ أن نحن نجعل حالة من الغموض التي تجعل متخذ القرار النهائي غير منكشف للطرف الآخر. لماذا؟ لأن لما نبدأ به هو معنى ذلك بأن القضية كلها انكشفت. نحن نتفاوض على ماذا؟ يعني ليس هناك على الإطلاق أي دواعي للتفاوض فيما يتعلق بالأزمة. إذا كان ما طرح السيد عقيلة وما نشر على أولا المستشار هو إنسان قانوني، أنا أدرك بأنه هو يدرك أكثر مني، أنا فهمت تلك الأبعاد التي من الممكن أن هي تكون خطيرة، هذه لازم 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 الواحد يحطها في سياقها. لكنني أنا لا أتحدث عليه كشخص، أنا أتحدث على الـ 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 بناء حالة التفاوض التي من الممكن أن تقودك إلى حالة بناء حالة التفاوض نعم. التي قد تنقلك إلى حالة تؤمن مصالحك نعم. وتضمنها نعم. كيف يمكن إعداد هذا الجسم عندما نتحدث أنه أنت تستبعد علميا أن يلقي رأس الهرم بنفسه مباشرة نعم. هذا الأمر مخالف للقواعد نعم. لكن الآن إذا طلبت منك أن تقدم نصيحة معينة نعم. لمن سينشأ فريق التفاوض هذا نعم. كيف سيكون شكله؟ نتحدث عن أعضاء مجلس النواب فقط؟ نتحدث عن ربما شخصيات عامة نعم. مجتمع مدني نعم. نتحدث عن متخصصين نعم. نتحدث عن تيار مدني ووطني؟ من؟ أنا أقول عسكري؟ المصفوفة تقول الآتي، تقول هناك ثلاث أجزاء مهمة طبقن مع بعض تسمي بين التفاوض. ماذا تتضمن ذلك؟ تتضمن الموضوعات، فهمت؟ وتتضمن أيضا الوعاء الزمني لها، وتتضمن الشخص الذين يمكن أن يقوموا بها. أنا لا أستطيع أن أتحدث ولو للحظة واحدة في موضوع الاقتصاد، ليست هذا، وهو من الموضوعات المهمة التي يتفاوض عليها شخص. أنا لست مؤهلا بأن أتحدث على موضوع يتعلق بتوزيع الثروة، مانيش مؤهل. أنا لست مؤهلا بأن أتحدث على كيفية صياغة الإطار القانوني لعملية تدعو الاحترام التخصص ما ليست لكنني لا أقول لا أقول يا أحمد، حتى ما يفهموش الناس بأن نحن في 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 أمام 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 شخوص تدعي بأن أكاديمية وغيرها، أنا لا أدعي ذلك على الإطلاق. أنا راني أتحدث من واقع نصيحة
طلبت مني في هذه الليلة أريد أن أقولها. ولهذا هنقول لك قصة بشفامها المواطن أيضا في بين الاثنين، فهمت؟ فيما يتعلق بكيفية رؤية الناس إلى هذه الحالة التي أمامهم، اللي هي حالة الأكاديميين والحالة الأخرى. في العهد السابق، فهمت، كان هناك حالة من التصعيد في المؤتمرات الشعبية وفي اللجان الشعبية، وكان في شخصية دائما وأبدا تقوم بذلك، فهمت، وهو توفي الآن رحمه الله. هذا الشخص في لحظة من اللحظات النظام السياسي أراد أن يغير دون أن يدرك المواطن هذا التغيير لماذا، فقال إن لمن يريد أن يصعد لازم أن يكون مؤهل جامعي ومفوق. جاء هذا الشخص لكي يصعد نفسه، فقالوا له اللي قدامهم هذوما، فهمت، قالوا له يا سي الحاج، فهمت، هو الشيخ مغربي الهتش الله يرحمه ويسامحه، فهمت، قالوا له يا سي الحاج راهو عبد النبي الهتش قالوا له يا سي عبد النبي راهو هذا الموضوع اليوم التصعيد هذا هي لمن يحمل المؤهل الجامعي. قال كلمته المشهورة يا أحمد اللي نبي المواطن ينظر لي أنا عليها، قال يا هو، فهمت، الجامعات تعطي في شهايد ما تعطيش في عقول، أنا نبي كل واحد يشوفني توا يقدرني على العقل متاعي، مش على أني أنا أكاديمي أتحدث في موضوع عليها. ولهذا نصيحتي تنبع من هذا من هذا الجزء في الحياة، فهمت، ليست لها أي ارتدادات سلبية على أي شخص كان. طيب، ونحن نستعرض المشاهد الثلاثة دكتور، بدأنا بالمشهد السياسي المنغلق، انتقلنا للمشهد العسكري ومنها إلى مشهد التفاوض، لأنك أكدت أنه ربما سننتقل حتما إلى هذا المشهد وعلينا أن نستعد له، والآن وجهت نصائح معينة في هذا المجال. لكن قبل قليل وأن تشخص الأزمة كل شيء أجلناه للمحور الأخير، والسبب أنك لا ترى أن الأزمة الآن ليبيا خالصة، بل على العكس من ذلك تتحدث عن تدخلات خارجية هي التي تتحكم في مفاتيح اللعبة أو الأزمة الليبية. عامل التدخل الخارجي دكتور، نتحدث عن دول معينة تتدخل، هل هي تتدخل بذات الأسلوب بذات الطريقة بذات الدرجة أم هناك تصنيفات معينة؟ نعم، بارك الله فيك. دعني أقول الآتي، ونحن أنا قلت بأن أخي شركائنا في الوطن يجب المواطن بصفة عامة يجب أن يدرك بأن نحن أمام مشهد للتدخل الأجنبي ليس فيه طرف واحد. هذا المشهد يا أحمد اللي هو مشهد التدخل الأجنبي الذي أمامنا، هذا المشهد ليس له دائرة الحياة التي رأيناها في المشهد الأول وفي المشهد الثاني. لماذا؟ لأن أنا وضحت في صيغة نموذج زلزالي فيه مركز للأزمة، فيه أطراف للأزمة، وفيه هوامش للأزمة. كل زلزال يحدث في هذا الكون له ما يعرف بمركز هذا الزلزال، وله ارتدادات قريبة منه، وله ارتدادات بعيدة على هوامشه. أنا أقول بأن التدخل الأجنبي في ليبيا هو عبارة عن نموذج زلزالي. المواطن الذي يسمعني الآن يجب أن يدرك ما الذي يحصل بالضبط. السؤال اللي نطرحه نحن، فهمت، هو ليس أن هناك أجانب ولا ما فيش أجانب، في تدخل أجنبي ولا ما فيش تدخل أجنبي. نحن نسأل الآتي، أن في هذا المشهد من الذي في مركز هذا الأزمة، بمعنى آخر من الذي يدير هذه الأزمة حقيقة، ومن الذي قريب من هذه من الذي يدير هذه الأزمة، ومن الذي يوظف لمن يدير هذه الأزمة، ومن الذي يقع على هامش هذه الأزمة. إذن نحن أمام دائرة فيها أربع غلافات، فيها مركز، فيها مركز لهذه الأزمة، فيها قريب من المركز، وفيها قريب من هذه الأزمة، وفي وظيفية، وفي وظيفة لهذه المركز، وفيها هامشية، وفيها هامشية. طيب، هل لك أن تحدد دكتور بداية الدول وفقا لهذه التصنيفات أو هذه المجموعات الأربعة، بمعنى أنه من هي الدول المتدخلة في ليبيا بقوة، أو كما وصفتها الدول التي تتدخل وهي في مركز الأزمة؟ نعم، من هي؟
نعم، أنا قبل أن أترك الدول، أنا أدرك بأن هناك من يشاهدني ويقول وأنت نسيت الأمم المتحدة. أنا قبل أن أبدأ في هذه الدول أنا أريد أن أقول لكل من يضع في تلك السلة قطع من الذهب على أن هي ستحل المشكلة، أقول له بأنك أنت مخطئ. الأمم المتحدة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن مترجم لفواعل إدارة الأزمة. ليس هناك على الإطلاق عامل مستقل للأمم المتحدة في الأزمة الليبية. دعني نضحها مرة ثانية. رغم هذا الشعار الذي ترفعه الأمم المتحدة دائما، أنت لا تتحدث أن الأمم المتحدة ليست طرفا مستقلا بحد أبداً ذاته. أبدا على الإطلاق. هي تترجم رغبات، هي تترجم الدول الكبرى اللي في مركز الأزمة. هي تترجم بالنسبة للأزمة الليبية. هي طبعا الأمم المتحدة تترجم في رغبات ودول، فهمت؟ لكنها في الأزمة الليبية تترجم في رغبات الدول التي في مركز الأزمة. طيب، وسوف لن تقوم على الإطلاق بأي حركة من الممكن أن تكون ضد مصلحة من مصالح هذه الدول التي تقع في مركز الأزمة. هل لك أن تعرض لنا هذه الدول طالما أنك بدأتها بالحديث عن الأمم المتحدة بأنها تترجم رغبات الدول التي تشغل الآن مركز الأزمة؟ الكثير يسأل من هي الدول الأهم الأكثر نفوذاً التي وصفتها بأنها الآن تشغل مركز الأزمة في ليبيا، هي التي تدير الأزمة الليبية، هي التي تتحكم في مفاتيحها، من هي هذه الدول؟ أنا أبدأ بالآتي يا أحمد. أنا أبدأ حتى لا ينتقدني أحد ويقول لي كيف صنفت هذه الدول على أنا هي جزء، على أنا هي التي في مركز هذه الأزمة. أنا أعطيت هذه الدول ثلاث عناصر إذا تواجدت في هذه الدول فهي مؤهلة بأن تكون في داخل الأزمة. الأول وهو الذي يتعلق بالتأثير العسكري الأمني الهائل. أنا أقول بأن القدرة التي استجلبتها لكي أصنف هذه، أول هذه العناصر أن هناك قدرة عسكرية أمنية هائلة، أن هناك تأثير سياسي هائل، أعضاء في مجلس الأمن، أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا أن هناك تأثير اقتصادي هائل. إذن هناك ثلاث عوامل إذا توفرت فهي تتوفر لهذه الدول. خليني نشوف الدول التي تتوفر فيها هذه الثلاث. هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا وإيطاليا. لكن يا أحمد، أنا لكي أكون منصف لهذه الدول أيضاً ولنفسي وللمواطن الذي يسمعني، وجدت صعوبة في أن أقول ما هي مصلحة هذه الدول في أن تكون في ليبيا. والإجابة على هذا كانت صعبة، لكنني استخدمت علم آخر اللي هو علم الرياضيات لكي أضع مصفوفة تحدد هذه المصالح، ومن خلال هذه المصفوفة حددت أيضا أولوية هذه المصالح. وحنلاحظ مع بعضنا نحن أن ما هي الموضوعات الخمسة الهامة التي تشترك فيها كل هذه الثلاث أربع دول ولكنها تختلف في ترتيبها. خلينا نشوفون مع بعضنا. الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية طيب، إذن مرة أخرى أنت الآن تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، وروسيا، هي الدول التي تشغل مركز الأزمة الليبية، هي التي لا أقول تتدخل أكثر لكن هي التي تمتلك مفاتيح اللعبة في ليبيا. نعم، هي التي تدير الأزمة، هي التي تدير الأزمة، تدير الأزمة. طيب، بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية. خليني أقول الآتي، خليني أقول بأن راهو أن احنا لكي 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 نعرف هذه الدول تشترك في أي المصالح وكيف تصنف مصالحها، قلنا بأن هناك خمس مصالح أساسية في داخل هذه الأزمة تشترك فيها الجميع، اللي هو الجميع يتحدث، الكل يتحدث على الحل السياسي. لما تسمع الخطاب في الولايات المتحدة الأمريكية، لما تسمع الخطاب في ألمانيا، في إيطاليا، لما تسمع الخطاب فرنسا. في فرنسا، لما تسمع الخطاب في روسيا، لا تسمع بأن نحن
في اتجاه الحل السياسي. إذن الموضوع الأول اللي هو الحل السياسي، الموضوع الثاني وهي مصالح اقتصادية، الجميع يدرك بأن هناك مصالح اقتصادية لهذه الدول. الموضوع الثالث وهو الهجرة غير القانونية، هناك موضوع يتعلق بالهجرة القانونية ضمن هذه المصالح. الموضوع الرابع وهو الأمني العسكري اللي هو متابعة عناصر الإرهاب في داخل هذا المنطقة. والموضوع الأخير وهو ما يعرف بالتقديرات الاستراتيجية. نسأل أرواحنا نحن كيف صنفت هذه الدول، كيف صنفت كل دولة من هذه الدول هذه المصالح. طيب قبل أن نغوص أكثر دكتور في تفاصيل هذه الدول، دعني ونحن نعرض الآن هذه الدائرة مرة أخرى نسمي الدول قبل أن نتحدث عن الأسباب التي دعتك لذلك، وبالتأكيد في خلافات أخرى تتحدث عن أسماء لدول أخرى يعتبرها الكثير ربما الأكثر فاعلية أنت استثنيتها، لكن قبل ذلك نتحدث الآن عن الدول التي تشغل مركز الأزمة، وضعت عناصر أو معايير جعلتك تختار أو تحدد هذه الدول الأربعة. نعم. أمريكا، روسيا، فرنسا وإيطاليا، لكن في دول أخرى اعتبرتها، دعني نسمي الآن. نعم. قبل أن نغوص. نعم. أكثر قريبة من الأزمة، دول وظيفية ودول هامشية. نعم. لك أن تعدد هذه الدول تباعاً. الدول الوظيفية، أنا لما أقول الدول الوظيفية دول قريبة من الأزمة بداية. لا، الدول قريبة من الأزمة هن دولتين. لا أكثر لهما، وهي بريطانيا وألمانيا. البعض يقول معقولة بريطانيا قاعدة قريبة من الأزمة؟ أنا أقول بريطانيا هي قريبة من دائرة من 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 مركز الأزمة، ولكنها ليست في مركز الأزمة. طيب. لأسباب محددة. بعد قليل اسمح لي نستعرض الوظيفية، من هي؟ الوظيفية هي عبارة عن تركيا، مصر، الإمارات والجزائر. ما المقصود بالوظيفية؟ أنا حقول الوظيفية أن هناك وظيفة تقوم بها هذه الدول تخدم مركز الأزمة، حنشوف مع بعضنا. طيب ماذا عن الدول الهامشية؟ الدول الهامشية هي تلك الدول التي تقع خارج هذه الدائرة، وتتضمن بعض دول الجوار اللي نحن عارفينها، وتتضمن أيضا المنظمات. أنا لا أعتقد بأن الجامعة العربية هي من ضمن الدوائر الأولى، هي في دور الهامشي. لا أعتقد بأن الاتحاد الأفريقي بأنه هو من الأطراف التي يمكن أن تقدر على أنا هي أطراف فاعلة، هي عبارة عن في أطراف هامشية. أنا لما أقول هامشية لا، والأمم المتحدة لا تصنفها ضمن هذه الدول، إنما ترجمة لرغبات المركز. الأمم المتحدة عبارة عن مترجم لتلك الرغبات التي يمكن أن تفرز. فهمت؟ مرة أخرى نعود إلى الدول التي تعتبرها أكثر نفوذا أو تأثيرا. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وإيطاليا وروسيا كذلك. نعم. بريطانيا أين هي؟ لماذا وضعتها دكتور قريبة من الأزمة؟ الكثير يتحدث أنه وضعتها في ذات المستوى مع ألمانيا، لكن الكثير يتحدث أنه ألمانيا ربما نتفق معك هي بعيدة بدرجة أو بأخرى، لكن الكثير يتحدث أنه بريطانيا هي صاحبة النفوذ الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي ليبيا، الملف في يدها، هي التي وضعت أكثر من مرة أو قدمت لمجلس الأمن أكثر من 7 قرارات على ما أعتقد، مشاريع قرارات لوقف إطلاق النار، إبان دخول الجيش لطرابلس، وأيضا لأسباب أخرى. لماذا تقلل ربما من خطورة أو تأثير بريطانيا وتضحى في ذات المستوى مع ألمانيا؟ لأنه الكثير يتحدث أنها الأكثر نفوذا. نعم. أنها تعمل خلف الستار. نعم، أنا أقول الآتي. فهمت؟ هذا السؤال سؤال يستحق الإجابة بكل تأني. لماذا نحن لم نضع هذه الدولة في داخل الدائرة إدارة الأزمة مع غيرها من الدول؟ لأسباب متعددة. أنا أقول بأن بريطانيا تعيش في أزمة داخلية، ما تخذوش الموضوع متاع الكورونا اللي توا مسيطر على الموضوع على أن هناك في داخل تلك الدولة حالة من التأزم، فمن الممكن أن تحدث في داخل ذلك المجتمع. أنا أقول بأن ترقبوها. الشيء الثاني المهم، أنا هي الآن في مقعد الخلفي، تبادلت مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد 2011. الولايات المتحدة الأمريكية كانت في 2011 في المقعد الخلفي، لكنها تبادلت بريطانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا لم تقذف بريطانيا بأي حل سياسي للأزمة الليبية. شوف أنت أن الدول التي في إطار الأزمة قدمت حلول سياسية
سميت باريس وباليرمو. بريطانيا لم تقوم بذلك لأنها واقفة لديه. أنا أقول بريطانيا في هذه الحالة الليبية صحيح لها مصالح اقتصادية، وهذه المصالح الاقتصادية كبيرة، وربما تعاملها مع مباشرة مع مصرف ليبيا المركزي ومع هيئة الاستثمار أو شيء من هذا القبيل يبرر ما أقوله. لكن الأكثر من ذلك، بريطانيا عبارة عن مراقبة لحراك العدو التاريخي في ليبيا اللي هي روسيا. أنا أقول بريطانيا تراقب بشكل دقيق ما يفعل الدب الروسي في المنطقة ككلها وفي الأزمة الليبية بالذات، ولهذا السبب هي ليست طيب. لكن عندما تتحدث عن مشاكل داخلية في بريطانيا تجعلها ربما أكثر ابتعاداً عن ولوجها في ملف الأزمة الليبية، رغم حديثي قبل قليل عن دورها العلني عندما تتقدم دولة بأكثر من 7 مشاريع قرارات لمجلس الأمن، وأيضا دورها عبر الصديق الكبير، عبر فايز سراج، عبر مصطفى صنع الله، هي تحتضن الثلاثة وثلاثتهم يسيطرون على السلطة السياسية الاقتصادية والنفط. أيضا الكثير يتحدث عن دورها أو عن قربها من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر السبب الرئيسي في أزمة البلاد حاليا، وأنت مع ذلك تعتقد أن بريطانيا ليست مطلعة بدور كبير. لكن مرة أخرى عندما نتحدث عن مشاكل داخلية في بريطانيا تجعلها أكثر ابتعادا عن المركز، الكثير يتحدث أن المشاكل موجودة في كل هذه الدول. أمريكا فيها أزمة اقتصادية، أزمة كورونا، فيها أيضا أزمة الانتخابات القادمة، وهذا الانقسام الحاد في المجتمع الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين. والآن أيضا الكثير يتحدث أن روسيا بذات الدرجة هي مشغولة ومأزومة سواء في أوكرانيا أو في روسيا في سوريا، وبذات الدرجة هناك مشاكل لإيطاليا وفرنسا. نعم، أنا أتفق معك في أن ربما الذي ينظر إلى الأزمة من خلال سرد تاريخي لما يمكن ما قامت به بريطانيا يقدرها على أن هي تكون في إطار الأزمة، لكنني يعني أجزم أن الحراك البريطاني فيما يتعلق بالأزمة الليبية هو حراك خلفي يدفع في اتجاه الاختفاء ولا الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب إلى حد هذه اللحظة، التي نتحدث عليها نحن، فهمت؟ هذا الجزء من الأزمة الليبية الخارجية لم يقم أبدا على الإطلاق بالإفصاح على كيفية التعامل مع الأزمة الليبية، لأنه يدرك بأن هناك حالة من عدم الثقة والتنافس في إطار من يدير الأزمة، وأنه يدرك بأنه أيضا ليس هو الذي أرجع الملف الأزمة إلى الحاضنة الأوروبية، وإنما الذي أرجع الملف إلى الحاضنة الأوروبية هي ألمانيا. إذن نحن لابد أن نقول بأن العوامل الثلاثة الأولى الهائلة التي قذفت في داخل هذه الأزمة هي في تلك الدول التي لها مصالح مباشرة. لما نجي نحط المصفوفة يا أحمد، لما نجي تو نحط المصفوفة حتلاحظ في المصفوفة شنو هي أولويات المصالح بالنسبة لبريطانيا، وحتتأكد من أنها هي من أن هذه المصفوفة التي ذكرناها ليست على الإطلاق لها علاقة بالدور البريطاني. مصالح بريطانيا التاريخية الكثير يتحدث أنها ليس في ليبيا فقط بل في المنطقة تصعيد تيار الإسلام السياسي. نعم. قد يكون هذا الأمر ربما هو الذي يجعلها تتدخل في ليبيا بقوة، وإن كان خلف الستار، إن كان عبر دول أخرى. كثير يتحدث أنه حتى الاطلاع الألماني بدور محوري في الأزمة هو جاء بدفع إنجليزي. أنا أعتقد ليس بالضرورة، لأن الذي دفع بألمانيا للأزمة هو ما حصل في إطار إدارة الاتحاد الأوروبي. المرحلة التي قذف بها في ألمانيا كان فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان فيها تقدم بشكل واضح للدب الروسي في المنطقة وفي الأزمة بهذه، ولهذا السبب أرادوا أن شيئين اثنين للعامل الألماني، أن الملف الأزمة الليبية يعود إلى الحاضنة الأوروبية وتفتح نافذة تهوية على الدب الروسي لكي يتحاوروا معه، ليس بالضرورة على ليبيا،
وإنما حتى على أشياء أخرى، فهم؟ لهذا السبب ألمانيا دائما النافذة متاعها مفتوحة على الاتحاد الروسي، هي الوحيدة التي لا تغلق أبدا على الإطلاق نوافذ التهوية مع هذا العدو التاريخي. سيبقى عدو تاريخي إلى ما لا له نهاية بالنسبة لأوروبا، فهمت؟ هذا الدب الذي الذي يبحث على شيئين اثنين في استراتيجية المخ متاعها، يبحث على سور الحماية الذي يجب أن يبنيه في الجارة الأوروبية، وعلى المياه الدافئة التي يجب أن يحتوي فيها في أماكن أخرى. هذا هو الحركة متاعها. هذا ما تريده روسيا، هذا ما تريده روسيا نعم في ليبيا، لا من أجل هذه المصالح التي تتحدث عنها. نعم الجيو استراتيجية بعد قليل سوف نتحدث عنها، لكن دعني أبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية دكتور. نعم عندما تتحدث عن ربما أسباب جعلتك تقسم الدول إلى هذه المجموعات المعينة، ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ربما رقم واحد الآن في مركز إدارة الأزمة، وأيضا معايير التي استخدمتها ملف الهجرة، الكثير يتحدث الولايات المتحدة الأمريكية ليست متضررة من هذا الملف، ملف المصالح أيضا بدرجة أقل ليست مثل أوروبا، الملف الأمني أيضا هو عبء على أوروبا، الأبعاد الاستراتيجية كثير يتحدث الولايات المتحدة الأمريكية ليست منشغلة بهذه الأعباء أو هذه المصالح، ويتحدث أنه ربما الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتجه للانكفاء على الذات والخروج من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنا استغربت عندما وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز، أنه الكثير يتحدث في حتى في برنامج الحدث في حلقات سابقة على مدار السنوات الماضية يتحدث أنه لا دور للولايات المتحدة الأمريكية، الدور هامشي الآن، اهتمامها أقل. إذا أخذنا القاعدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها تأثير على الأزمة الليبية، إذا هذه الأصوات التي نسمعها تقرع هذه الأيام هذه الشهور في إدارة الأزمة الليبية، لو لم ننتبه أن هناك أطراف أخرى لقلت لك بأن الذي يدير في الأزمة هو بس الولايات المتحدة الأمريكية. لو لم أنتبه إلى هذه المصفوفة سأقول بأن الذي يدير في الأزمة هو الولايات المتحدة الأمريكية، بقي الأطراف كلها خرجت من الأزمة، لكن هذا ليس صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون لها على الإطلاق انسحاب من هذه المنطقة لأنها عسكرياً تواجدت على تخوم هذه المنطقة. نحن لما نتحدث على الأكروفا، فهمت اللي المنطقة الأفريقية التي تتواجد بها أفريكوم، فهمت؟ لما نتحدث عليها، فهمت؟ ندرك بأن هذه الاستثمار الذي وضع ذلك وضع لهدف. الولايات المتحدة الأمريكية عندها 800 قاعدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، هذه القاعدة تأتي رقم 5. إذا كان في أذهاننا بأنها هي ستنسحب، إذن يجب أن نحن نسلها من رقم 5 في تلك القواعد، لأن وراها حيبقى 799 قاعدة ليست بالضرورة على الإطلاق. دعني أقول الآتي، نحن على بل لهذا السبب يا أحمد نريد أن نعطي المواطن المادة الصحيحة التي تجعل الفكر ممنهج. ولهذا قلت أنا هذه الموضوعات الخمسة التي تشترك فيها هذه الدول، لكنها هذه المصالح الخمسة مصنفة لدى هذه الدول بأولويات تختلف بعضها عن بعض. خلينا نشوفون مع بعضنا باش ندركوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنو هي المصفوفة الحقيقية، شنو هي أولويات مصالحها في ليبيا، وين تبدأ من ماذا. ولهذا لما جيت نصنف فيها أنا وجدتها بأنها أول مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الاستثمار اللي قلت لك عليها أنا ضيائي، فهم؟ هي مصلحة أمنية عسكرية. أنا أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندها برنامج استراتيجي متكون من الآتي: إعادة عناصر الإرهاب من أمريكا وأوروبا إلى موطنها الأصلي، ومتابعة هذه العناصر في مكانات التي ولد فيها. حطها تحت هذا الإطار وفكروا فيها كويس. ولهذا السبب سيكون الأولوية الأولى للولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن لا تخفق في أنك أنت تراها هي مصالح أمنية عسكرية، ثانيا مصالح اقتصادية، ثالثا تقدير استراتيجي
وحنقول التقدير الاستراتيجي نحن ليش جاء لعند ليش 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 ما جاش بدري يعني فهمت؟ رابعا الهجرة غير القانونية لأنها مش مهتمة بها. خامسا في ذلك السلم، خامسا في آخر السلم يا مواطن يلي قاعد تسمع فيه هو الحل السياسي. إذا كانك تفكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية أولويتها في الأزمة الليبية هو الحل السياسي، أنا أنصحك بأنك تراجع نفسك. طيب خلينا نشوف اللي بعدها. نحن داني فقط أستوقفك في نقطة معينة. نعم. إذا كان هذه هي السياسة الأمريكية من ضمن أولويات المتحدة الأمريكية، عملية توطين الإرهابيين في أماكنهم لمحاربتهم فيها ونقلهم من دول العالم، الكثير يتحدث كيف سمحت ربما الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا بنقل أكثر من 17,000 إرهابي إلى ليبيا من سوريا؟ ربما الـ 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 الزمن كفيل على أنه يكشف، فهمت ما هي الأبعاد أو الحكمة من وراء، فهمت؟ لكنني سوف لن أستخدم الشعوذة علشان نقول لك السبب الحقيقي، السبب الحقيقي. لكنني سأقول ما أفهم علميا، أن هناك أولوية راسخة في ذهني أنا هي أولوية عسكرية أمنية تتبع هذه العناصر الإرهاب، ولهذا السبب استثمرت في ما يعرف بهذه القواعد القريبة من هذه العناصر الإرهابية. سوف لن تسمح لهذه العناصر بأن هي تتمدد، وإن تمددت سوف تلاحقها. طيب وإن هي المصالح الاقتصادية دكتور إذن أيضا طبعا حتى شركات النفط والغاز هي مقسومة في ليبيا، مقسومة النفوذ بين توتال وإيني وليس لشركات أمريكية. لا ما نحن 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 لابد لما نتحدث على خزان الطاقة بصفة عامة، ونعتقد أن إذا كان في لحظة من اللحظات استدعيت أحد الاقتصاديين ربما يشرح أكثر، أنا أقول سياسيا فهمت أن منطقة الطاقة حتى وإن تواجدت فيها استثمارات لدول أخرى تبقى الأصل للولايات المتحدة الأمريكية. يا أحمد الولايات المتحدة الأمريكية بدأت هذا الاستثمار قبل غيرها في ليبيا، ولهذا السبب يجب أن نفكر باستمرار عندما نتحدث على العلاقات الأمريكية الليبية نتحدث على مخزون لطاقة ليس بالضرورة أن نحن نتحكم فيه بشكل مطلق. ليس بالضرورة نعودها مرة ثانية أن نتحكم فيه بشكل مطلق، لأنه مرتبط بحالة تاريخية لمخزون طاقة بنيت عليه توقعات في المنهج الاستراتيجي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية. طيب دعني أنتقل لفرنسا. فرنسا الكثير يتحدث أنه ربما فرنسا أقوى في مناطق فرانكوفونية، في مناطق استعمرت سابقا من قبل فرنسا. نعم. لماذا الآن تطلع فرنسا بهذا الدور المحوري والكبير؟ وأيضا مرة أخرى الكثير يعتبر أنها تزاحم إرثا إيطاليا أو منطقة نفوذ إيطالية. نعم. كيف تجيب عن هذا السؤال؟ أبدا على الإطلاق. أنا 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 أتصور بأن فرنسا العمل الذي تقوم به في داخل ليبيا ربما واقعة في داخل الجغرافيا الليبية، ولكن أبعاد الاستراتيجية هي ليست ليبيا. أنا لما صنفت فرنسا مصالحها كالولايات المتحدة الأمريكية ووضعت المصالح الأمنية العسكرية، لأنني أدرك قيمة الحدائق الخلفية التي تعيش عليها فرنسا. يا أحمد ما مسالك الإرهاب التي يمكن أن تنمو في هذا المناخ تهدد تلك الحدائق الخلفية المتواجدة في هذه الدول الأفريقية، ولهذا السبب فرنسا تدرك إدراك تام بأن عامل القوة الذي يؤهل للأمن والاستقرار هو أهم من العامل الاقتصادي في تقديراتها، ولهذا السبب يقول لك لماذا هي تناصر في القوات المسلحة. هذا ما يقال.
التفسير العلمي لهذا الموضوع هو تفسير يتعلق بالعمل الاستراتيجي الذي يجب أن تضع تقدير القيمة المضافة، تقدير القيمة المضافة لعامل الاستقرار والأمن لدى فرنسا ينبع من تقديرها بأن هذا العوامل التي تهدد الأمن والاستقرار يمكن أن تحدد حدائقها الخلفية. طيب، نعرف جيدا أنه فرنسا تتخوف من عملية إرسال هذا الكم كبير من الإرهابيين، بأنه هذا يعبث أيضا بدول تمتلك فيها نفوذ جنوب الصحراء. لكن مرة أخرى سأنتقل بك الآن من فرنسا إلى إيطاليا. كثير يتحدث أن إيطاليا قبل ذلك خلينا لكي المواطن لكي المشاهد أيضا يدرك أن مصفوفة أولويات المصالح أثبتت أن فرنسا مصالح أمنية رقم واحد، مصالح اقتصادية رقم اثنين، تقدير استراتيجي رقم ثلاثة، الهجرة غير القانونية رقم أربعة، الحل السياسي في السلم في أسفل السلم. وهذه تتفق فيها فرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالضبط. الحل السياسي في أسفل السلم. نعم. وليس على رأس الأولويات أبداً. كما يحاول البعض تسويقها. أبداً على الإطلاق. طيب مرة أخرى أنتقل بك، طالما أنك تتحدث إنه الإرهاب المدعوم الآن من تركيا، عملية إرسال الآلاف من المرتزقة، كل هذا الأمر يهدد أوروبا بالدرجة الأولى، ولذلك فرنسا اتخذت موقفها واصطفت هذا الاصطفاف ضد هذه التنظيمات الإرهابية وضد وجود التركي. لكن الكثير يتحدث عن إيطاليا. ألا يهدد هذا الأمر أمنيا؟ ألا تعرف إيطاليا أيضا أنه المناطق التي احتلت من الميليشيات تصاعدت فيها عمليات الهجرة والاتجار بالبشر؟ لماذا لم تعلن اصطفافها كما اصطفت فرنسا؟ لا، أنا أقول لك الآتي. لا، أنا أقول لك بأن إيطاليا في تقديرها لمصالحها وضعت الهجرة غير القانونية هي المهمة، لأنها تدرك إدراك تام بأن التهديد القريب هو ليس في حالة عدم الاستقرار في داخل الجغرافيا الليبية، التهديد الحقيقي هو انتقال هذه العناصر الغير قانونية إلى المجتمع الإيطالي، ولهذا وضعتها رقم واحد. فهمت؟ رقم اثنين وضعت المصالح الاقتصادية، المصالح الأمنية العسكرية. أنا أقول، وهذا طبعا هو جوهر الموضوع، أن هناك أدوار تقوم بها هذه الدول في بعض الأوقات هي أدوار متناسقة. يا أحمد، الولايات المتحدة الأمريكية عندها قواعد عسكرية في داخل إيطاليا، في قواعد يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية في داخل إيطاليا. إذا تواجدت القوة التي يمكن أن تحل هذا اللغز في داخل الجغرافيا الليبية، إذن إيطاليا ستبقى مطمئنة على أن هذا العمل يقوم به الطرف الآخر. ليس هناك على الإطلاق تفاقم في العلاقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولهذا السبب إيطاليا واضعة الموضوع الأمني العسكري في رقم ثلاثة، والتقدير الاستراتيجي لهذه الأزمة رقم أربعة، الحل السياسي أيضا وضحته في آخر السلم. ليست هناك على الإطلاق أي نافذة من الممكن أن نتنفس بها لكي نشعر بأن هذا العامل الخارجي المتمثل في إيطاليا يسعى إلى الحل السياسي في ليبيا. ليس هناك عناصر يمكن أن تلمسها تقول لك بأن بالفعل هذا يسعى إلى الحل السياسي. هذا موضوع موش وارد. قد يقول قائل الآن يستمع إلينا أنه إيطاليا عقدت مؤتمر باليرمو لحل الأزمة السياسية. فرنسا كانت أكثر تقدما، ورغم أنك ربما وضعت أيضا في تصنيفك اهتمامها بالحل السياسي في ذيل القائمة أو في ذيل أولوياتها، لكنها قامت بأكثر من مؤتمر، باريس واحد، باريس اثنين، ولعبت أدوارا سياسية فاعلة دكتور. ولكن هذا كله يا أحمد فهمت يأتي في حالة السباق المتعلق بمن الذي يسيطر على هذا الملف. ولهذا السبب إيطاليا تفاعلت مع الملف الليبي وعقدت بلين معنتة، ما قعدتش قبل فرنسا، عقدتها بعد ما هو رد على التقدم الفرنسي، رد على التقدم الفرنسي. ولهذا السبب هو ليس الحل السياسي الذي كان يدير عجلة التفاعل ما بين هذه الدول بقدر ما المصالح الأخرى التي صنفناها نحن أمامك. إذن الحل السياسي
بدون أي أدنى شك أستطيع أن أجزم بأنه يأتي في آخر القائمة. طيب، طالما أن هذه المصالح التي تتحدث عنها وتعتقد أنها أكثر أهمية في أولويات هذه الدول، قبل أن نتحدث عن روسيا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن فرنسا وعن إيطاليا، ألا تعتقد أن الوجود التركي دكتور الآن أو احتلال ليبيا من قبل تركيا يهدد هذه المصالح، يعزز المخاوف الأمنية، مخاوف من استخدام ورقة الهجرة كما استخدمها عبر أوروبا عبر البر، ألا يمكن أن يستخدمها الآن عبر البحر أردوغان في ليبيا ضد هؤلاء؟ أنا أقدم لك نداء بأن تؤجل لي هذه الإجابة إلى أن أصل إلى تركيا. طيب، لأن هذا الصورة التي لدى هذا المواطن على هذا الجسم الذي يسمى تركيا، أنا عندي فيه وجهة نظر يا أحمد. يا أحمد، هذا جسم وظيفي. وأنا استغربت أيضا. وظيفي، ليس هذه قوة نارية وظيفية دفعت إلى الأزمة الليبية ليس لها علاقة على الإطلاق بإدارتها أو التأثير فيها. دفعت من قبل من؟ قبل أن نتناول الموضوع. دفعت من قبل مديري الأزمة، وحنشوفها نحن لماذا دفعت في تلك اللحظة. هي بالتأكيد لم تدفع من قبل فرنسا وإيطاليا أبدا على الإطلاق، لكن دفعت من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من أجل، فهمت، من أجل ماذا؟ ما هوش من أجل هزيمة الجيش الليبي كما يعتقد البعض، أبدا على الإطلاق، من أجل إحداث حالة من التوازن ليس فيها على الإطلاق غالب أو مغلوب، لكي تتمكن فيما بعد إدارة هذه الأزمة من أن تستمر في إدارتها. أنت لما تحل الموضوع ما يعني تتواجد على ماذا؟ دعني أؤجل الموضوع إلى أن أصل إلى تركيا. الآن نتحدث عن روسيا. روسيا. أنا أقول روسيا الآتي: روسيا من المهم أن نحن نعرفها أيضا على طبيعتها. هذا هو الجسم الوحيد الذي ينظر إلى الأزمة الليبية من خلال أولوية المصالح الأولى، وهو التقدير الاستراتيجي. ينظر إلى هذا البلد، فهمت؟ ليس على الإطلاق من مصالح اقتصادية، ربما المصالح الاقتصادية تأتي في المرتبة الثانية، لكنه ينظر إلى تلك المحاكاة التي يحاكيها مع أطراف الأعداء التاريخيين وأطراف التنافس الاستراتيجي الدولي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا وجوده في هذه الأزمة هو ليس من أجل حل هذه الأزمة، هو من أجل أن يقال أن يفعل بأن الذي أرث الاتحاد السوفيتي لا يزال قوة عظمى استراتيجية تتواجد في هذه المناطق ولها دور مفاعل، رغم أنه تاريخياً الكثير يتحدث أن هذه المنطقة مسيطر عليها من قبل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ولهذا السبب يا أحمد، فهمت، الآن نتحدث عن عودة الدب الروسي ليس في ليبيا فقط. القاعدة الأساسية التي بني عليها منذ القيصريين، منذ القيصر، من قبل حتى الثورة البلشفية في عام 1917، كل هذا الإرث الذي بني على شيئين اثنين، وحيستمر إلى أن تنتهي الدنيا ومن عليها، فهمت؟ ما هي هذه الأثنين اللي يجب أن احنا نأخذهم في بالنا؟ رقم واحد، أن روسيا مهما حصل فيها ستستمر في بناء، مش بناء يعني مادي، في بناء ما يعرف بحائط عازل مع عدوها التاريخي أوروبا حتى تحمي نفسها، مش بالضرورة مبني احتلال، مش بالضرورة ذلك. أنا لما نقول حائط، أنا معنى ذلك أن فيه في حالة من الحماية الذاتية، حصان طروادة روسي في مناطق نفوذ أوروبية تاريخية. الشيء الآخر اللي هو مهم بالنسبة للفكر الروسي، وهو البحث على ما يعرف بالمياه الدافئة. أنت شوفها بس الحركة متاعها كلها، فهمت الآن؟ لأن الحلف شمال الأطلسي الآن وصل إلى حدود روسيا في بولندا، ما الذي سيعنيه؟ ليس بالضرورة وجود عسكري في داخل ليبيا، وإنما وجود نفوذ في ما يحدث في هذه المنطقة هو بالدرجة الأولى من ضمن السلة الاستراتيجية. ولهذا السبب الروس وضعوا مصالحهم كالآتي: أولاً تقدير استراتيجي لهذه الأزمة، ثانياً في مصالح اقتصادية كبيرة، فهمت، في هذه الأزمة، ثالثاً المصالح الأمنية،
رابعا الهجرة غير القانونية لأنهم مش مهتمين بها، ولكنهم ليس مهتمين على الإطلاق بالحل السياسي. أحمد، أنا جمعت هذه في مصفوفة، أنا أريد المواطن أن يطلع على هذه المصفوفة التي أمامه الآن وينظر إلى آخر سطر في هذه المصفوفة بالأحمر. ما الذي سيجده ذلك؟ أن كل هذه الدول التي تدير الأزمة متفقة على شيء وحيد، الحل السياسي أخيرا، أن الحل السياسي هو آخر ما يمكن أن يفكر فيه. طيب، مرة أخرى، لماذا كل هذه الدول متفقة أن الحل السياسي هو في ذيل القائمة في آخر أولوياتها؟ ألا تعتقد أنه لو كان الحل السياسي هو رقم واحد هي تستطيع أن تؤمن الأرقام الأربعة التي سبقت هذا الرقم، تؤمن المصالح الاستراتيجية الاقتصادية، الحماية الأمنية، الوجود العسكري الاستراتيجية، إذا ما تم الوصول إلى اتفاق سياسي؟ لا، إذا كان تم الوصول إلى اتفاق سياسي معنى ذلك بأنك أنت أعيد، خلينا نضعها في مفهومها الصحيح، فهمت؟ أعيد مفهوم الدولة الليبية. أنا من المقتنعين الآن، فهمت؟ ولدي مبرراتي بأن نحن نعيش في دولة على خط الدولة الفاشلة. وصول المجتمع الليبي إلى حالة من التوافق من أجل إنتاج حل سياسي يعني بالضرورة إعادة السلطة، إعادة سلطة الدولة الليبية، يعني بالضرورة إعادة السيادة الليبية، يعني بالضرورة تفكيك إدارة الأزمة الخارجية. كل هذه الأطراف. طيب دكتور، لكن على المقلب الآخر، لا تعتقد أنه الدولة الفاشلة في ليبيا هي خطر أيضا داهم يهدد مصالح كل هذه الدول التي تتحدث عنها، بمعنى أنه الموقع الاستراتيجي لليبيا، قربها من هذه الدول يجعلها ربما أكثر أهمية من الصومال على سبيل المثال التي تركت لأن تكون دولة فاشلة؟ نعم، لكن في نفس الوقت أنا أقول بأن يدرك من يدير في هذه الأزمة أن إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها أنا وأنت ليس هناك نضج في داخل هذه البلد في مفهوم الدولة الليبية. إذن نحن جميعا بما فيهم أنا وأنت، نحن جميعا نقف في محطة انتظار الحل الخارجي، وهذا يعني بالضرورة بأننا ليس لدينا إرادة بأن نفكر على كيفية الحل السياسي أو إدارة الدولة الليبية سياسيا. إذن الحل السياسي في ليبيا أو حل الأزمة في ليبيا هو حل اتفاق بين هذه الدول الأربعة؟ نعم، لكن وفق شروط حنجوهم بعدين. نحن حنجو بعدين للشروط متاع الحل السياسي. طيب، مرة أخرى، جيد جدا أنك رتبت الآن هذه الدول وأهميتها، لأنه في السابق بعد إعلان الجيش إعادة تموضعه وانسحابه من طرابلس، الكثير تخوف من سيناريو معين حدث في سوريا، وهي الثنائية بين روسيا وتركيا وبدرجة أقل إيران، لكن الكلمة الفصل لهاتين الدولتين دون غيرهما أو بدرجة أقل دول أخرى، الكثير تحول أو تخوف من هذا السيناريو، سيناريو التسويات الروسية التركية بأنه سوف يكون كارثي في ليبيا. أنت الآن تقول أنه هذا الأمر غير وارد، بمعنى أن تركيا هي ليست الدولة الرئيسية، وتتحدث أن روسيا تشترك معها ثلاث دول أخرى في الأهمية وفي التأثير، أمريكا وإيطاليا وفرنسا. وأؤكد لك بأن النموذج الليبي ليس النموذج السوري على الإطلاق، لأنه لا يتماشى معه لا جغرافيا ولا يتماشى معه استراتيجيا ولا يتماشى معه قدرة البلد. طيب، فهمت؟ هذه منطقة الطاقة. نعم، ولذلك كانوا لأرواحنا نحن ونفكر كويس، فهم؟ العراق أيضا منطقة الطاقة. نعم، ولهذا السبب وتركت أن تكون دولة ربما ضعيفة، نعم، أجسامها السياسية مهلهلة وضعيفة. الكثير يتحدث أن هذا السيناريو قد يكون هو السيناريو المحبب، بمعنى أن هذه الدول التي تتحدث عنها قد تصل بنا إلى النموذج العراقي. هذا لكن لابد نأخذ اعتبارنا نحن بأن النموذج العراقي ما هوش هوموجينيس، ما هوش ما هو لا
نحن نتحدث على متجانس ما هوش متجانس. ولهذا السبب هذه من الـ من الـ من الـ من الـ من الفواكه اللذيذة التي يحتاجها العامل الدولي. مثل هذا المناخ فهمت. انا اعتقد بانه فاكهة لذيذة يلتقطها مباشرة. ولهذا السبب انت شفت ما حصل في العراق. انا اقول بان النموذج الليبي ليس النموذج السوري على الاطلاق ولن يكون ذلك لأسباب حكينا عليها. ولكن في نفس الوقت أن حتى لهذه اللحظة نحن جميعا في محطة انتظار للحل الخارجي. طيب الحل الخارجي، لكن قبل ذلك أتحدث أنه أنت الآن تتحدث أنه هذه الدول ليست مهتمة بالحل السياسي، لأنه هذا الحل الذي أو هذا الواقع الذي نعيشه الآن يحقق مصالح هذه الدول. لكن الكثير يتحدث أنه ربما النموذج العراقي أو النموذج اللبناني هو نموذج أيضا محبب لهذه الدول. عندما تركب حكومة لبنانية على سبيل المثال، يجب أن يتفق الأمريكي والفرنسي وبدرجة أخرى البريطاني على يتفقوا على رئيس حكومة وعلى وزراء أيضا. هذا النموذج تتوقعه أو تتخوف من تنفيذه في ليبيا أيضا؟ لا، نحن كان جوابنا على هذا السؤال معنى ذلك أن نحن مشينا إلى السيناريو المتوقع، السيناريوهات المحتملة. أول هذه السيناريوهات حنشوفها مع بعضنا هو ما تقوله أنت، سنتحدث عليه. طيب. نحن لكي نستعرض الدول الآن لكي نسرع أيضا، نحن خلينا نقول بأن ما هي العوامل التي جعلتنا نحن نقول بأن هناك دول وظيفية. طيب دول وظيفية، قبل أن نتحدث عن الهامشية، دول وظيفية وضعت فيها أكثر من دولة، لكن لفتني أنك وضعت تركيا من بين الدول الوظيفية. ليست مركزية وليست قريبة من المركز كذلك. كيف؟ ولهذا تركيا التي تتواجد وتحتل الآن العاصمة وتتحكم فيها اقتصاديا وسياسيا، دولة ليست مهمة وليست مؤثرة؟ أنا لا أعتقد بأن السيد أردوغان نام في الليل فهمته في الصبح اكتشف بأنه يجب أن يبعث قوات إلى ليبيا. أنا لست من الذين يشترون بضاعة بسيطة بهذا الشكل أبدا على الإطلاق. ولهذا السبب أقول بأن ما قامت به تركيا هو عمل وظيفي كلفت به من مركز الأزمة، كلفت به من مركز الأزمة لإحداث عامل وحيد يا أحمد، من مركز الأزمة أو من دول أخرى قريبة من المركز، من مركز الأزمة، من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا البعض يتحدث، من مركز الأزمة، لأن بريطانيا أنا إلى الآن معتبر بأن بريطانيا هي عبارة عن واقفة جالسة في الكرسي الخلفي ومكلفة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقود هذه الأزمة، فهمت؟ أنا أعتقد ذلك وإن شاء الله نكون غلطان، لكن أقول بأن لم يأتيه حلم بأنه يجب أن يكون كذلك، لكنه قذف به، قذف بهذه القوة النارية في داخل هذه الأزمة لإحداث عامل وحيد، وأتمنى أن يكون غلطان. ما هو العامل الذي هو منع أن يكون هناك تقدم للقوات المسلحة للدخول في طرابلس وتفكيك السلطة الموجودة غادي. ولهذا السبب أرادت هذه الفكرة في تصوري استراتيجيا بأن هي تعيد حالة من التوازن بين القوى المتخاصمة. دكتور دعني فقط أتوقف عند هذه الجزئية، بمعنى أن الجيش إذا ما تمكن من تحرير طرابلس وكان قريب جدا منها سوف ينتقل بنا إلى الدولة القوية، وهذا النموذج من الدولة القوية هو غير محبب أو مفضل أو مرغوب فيه من الكثير من الدول المؤثرة. لذلك ربما قذفت بأردوغان يلعب هذا الدور الوظيفي. لا أنا أقول الآتي يا أحمد، أنا باش نكون صريح معك فهم. أنا أقول ما هوش السبب الآتي، إن هو لأن الجيش سيبقى قويا ولأن هو السلطة التي ستنتج ستبقى قوية لكي لا يقبلها الآخرين. أنا لست مع ذلك. أنا أقول بأن السبب الرئيسي الذي جعل أيضا أردوغان، ليس أردوغان، الدول الرئيسية القوة الحاكمة بأنها تقذف بأردوغان،
أن القوات أن الجيش في حد ذاته لم يستطيع إدراك مصفوفة المصالح لهذه الدول. أنا أقول بأن هذه الدول ليست جمعيات خيرية، لها مصالح ولها أولويات، فهمت؟ حتى وإن أردنا أن نقول بأن هذه الأولويات وهذه المصالح، فهمت؟ يجب أن لا تخطف قرارنا السيادي. أنا لا أقول تخطف القرار السيادي، وإنما أقول بأن هناك تقدير لقيمة هذا العامل الأجنبي في الأزمة الليبية إذا لم تحدد مصفوفة مصالحه وتتعامل معه وفق هذه المصفوفة فإنه سوف يقف ضدك مباشرة. طيب، مرة أخرى بالعودة إلى أردوغان والوجود التركي والاحتلال التركي لغرب ليبيا، بغض النظر على الأسباب التي دفعت به لهذا الاتجاه، هذه الدول المؤثرة كيف سمحت له بالتغول وأن يكبر ويتضخم حجمه لهذه الدرجة؟ بمعنى الآن هو يزاحمها على مصالحها. تعرف جيدا قبل أيام كان في حادثة أن الأتراك لم يسمحوا بل طردوا جنود إيطاليين ولم يسمحوا بطائرتهم بالهبوط في مصراتة في القاعدة العسكرية الإيطالية. أيضا أقفل خط الذاهب إلى إيطاليا لساعات، والكثير فهم الخطوة بأنها إشارة أو غمز من قناة معينة أو تهديد معين. الكثير يتحدث أنها الآن ربما تتحرش بفرنسا، تركيا تزاحم على مصالح كبيرة ونفوذ أكبر في شرق المتوسط. إذا كان هو يلعب وظيفة معينة ألقي به للعبها، كيف استطاع أن يلعب المشغل أو يلعب هذا الشخص هذا الدور الأكبر من مشغليه؟ أنا لا أعتقد بأنه يلعب في دور أكبر على الإطلاق، أنا أعتقد بأنه يلعب في دور حدد له. وفي اللحظة التي يقرر فيها مدير هذه الأزمة، مدير هذه الأزمة، بأن هذا هو الدور الذي يجب أن يتوقف عنده وهذا هو الدور الذي يجب أن ينكمش إليه، سيفعل ذلك. يا أحمد، ليس هناك على الإطلاق ما يبرر القول بأن ما يحدث من تركيا هو عمل تلقائي فقط من من أفكار هذه الدولة. هذا 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 ليس على الإطلاق له أي ثوابت سياسية أو استراتيجية على الإطلاق، لسبب بسيط. خذ بالك أن هذه الدولة هي عضو في 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 الحلف شمال الأطلسي، أن أكبر قواعد تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية في داخل تركيا. أكبر قواعد، أنا نقول أكبر قواعد نحط قدامها هنية لأنها تستوعب في 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 قاذفات استراتيجية، فهمت؟ مش قاذفات بتاع هنية، ماشي الحال. أنا أقول أيضا، فهمت، بأن حجم الدين ما بين الولايات المتحدة وما بين تركيا، أنت أنظر له وستعرف بأن هذا الموضوع في حد ذاته من الممكن أن يكون حلم مزعج لأي إدارة سياسية في داخل هذا البلد. تركيا تعمل في عمل وظيفي، إذا أردنا أن نحد من الدور الأجنبي بصفة عامة والتركي بصفة خاصة لابد وأن يكون لنا معرفة وتقدير وتصنيف لما يعرف بمصفوفات مصالح الدول. كل دولة ليست قادرة على حماية نفسها مطالبة بأن هي تضع تلك المصفوفة لكي تتعامل معها حتى لا تفقد نفسها. طيب، ومع ذلك أنت الآن تتحدث أن أردوغان دفع به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، أو دول أخرى، نعم، ليلعب، نعم، هذا الدور، نعم. لكن هو في الوقت ذاته يحقق مصالح اقتصادية لبلاده، نعم، بمعنى نرى عقود، نعم، ضخمة الآن توقع، نعم، وعمليات نهب لثروات ليبية، نعم، وهذا هذا 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 نعتبره فيه نحن ناتج للوظيفة اللي هي يقوم بها. أنت لما تقوم بوظيفة يا أحمد، فهمت، هو في داخل القناة، في داخل القناة، فهمت، تتقاضى في مقابل لها. هي هذا ما هو ما نجم جمعيات خيرية يتعامل مع الإنسان، نحن نتعامل مع. أنا أقول، أنا لا أقول بأن
بأن يعني على دولة تركيا وعلى 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 مفهومي للدولة. أنا أقول بأن المفهوم بالنسبة لي أنا مفهوم الدور في هذه الأزمة هو مفهوم وظيفي. هو دور وظيفي، كما وإن في مفهوم الأزمة أن الدور الذي تتولاه الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا هو دور استراتيجي لإدارة الأزمة. هناك من يقوم بالدور الوظيفي لخدمة هذه الإدارة لكي تستمر الأزمة. طيب. من ضمنها ماضية، فهم؟ نعم. حتى يعني نستفيد من الوقت المتبقي لدينا دكتور، نتحدث عن الدول الهامشية، ذكرنا تركيا، اسمح لي أن أنتقل الآن من هذه الجزئية لأنه عددنا الكثير من الدول، لكن اسمح لي أن أنتقل معك إلى هل هناك الآن رغبة دولية يمكن أن نتحدث فيها بأنها قد تصل إلى الحل السياسي أو إرادة على الأقل، أم مرة أخرى أنت تؤكد أن هذا الأمر غير وارد، لا نتحدث عن اتفاق سياسي قريب كما يتحدث البعض؟ أنا لا أعتقد بأن هناك اتفاق سياسي قريب لأسباب متعددة، فهمت؟ ولا أظن بأن هناك صفحة من الممكن أن تقرأ فعنوانها الحل السياسي، لأن كل المسببات التي تدعو إلى استمرار الأزمة متوفرة، ولهذا السبب نحن لازم نحتاط ونقول بأن ما هي الأسباب التي تجعلك يا برغثي تقول بأن ليس هناك حل سياسي قادم. باش نكونوا منصفين مع بعضنا ومع المشاهد، نحن عملنا حاجة، فهمت؟ قلنا حتى ما نخليش المشاهد في حالة غموض تام، خلينا نوزن كل مشهد من هذه المشاهد، نعطيه وزن نسبي، نقول له هذه قيمتك. المشاهد الثلاثة اللي شفناها، المشهد السياسي والعسكري والمشهد العسكري والعامل الخارجي، خلينا نوزنهم مع بعضنا، نديروا أوزان نسبية حتى المواطن اللي يسمح فينا لما يجي يبي يستثمر فلوس في مشهد يقول بأن هذا المشهد هو الذي سأستثمر فيه لأنني أراه بأنه هو صحيح. إذن خلينا مع بعضنا نحط ما يعرف بالأوزان النسبية. شنو هي الأوزان النسبية لكل مشهد تحدثنا عليه مع بعضنا؟ خلينا نشوفهم، فهم؟ في قياس الأوزان النسبية يا أحمد، الوزن النسبي للمشهد السياسي هو الآتي. أسمع معايا وإذا كان شفته فيه فائدة قل لي يا دكتور أرجوك، فهم؟ خلينا نمشي للحل السياسي. المشهد قال لنا الآتي، قال لنا أني أنا في حالة تدني وإني أنا في حالة انغلاق في الأفق وإني أنا في حالة فقدان ثقة الليبيين فيا. بالله عليك، من الممكن أن تضع في هذا المشهد مليم حمر؟ بالتأكيد لا. خلينا نوزن المشهد العسكري. المشهد العسكري قال لنا الآتي، قال بأني أنا في حالة إعادة تموضع وبأني أنا في حالة إعادة حساب تكلفة خيارات، إعادة حساب تكلفة خيارات. هذا المشهد الذي في هذا الحال أنا أعتقد بأنه مشهد لا يزال ثابت عسكريا، لا يزال ثابت عسكريا، لكنه ليس بالضرورة أنه هو متحرك إلى أي اتجاه ثابت، ولهذا أصبح هو في إعادة تموضع ويدير في خيارات من ضمن الخيارات التي تحدثنا عليها. شوف الوزن النسبي لمشهد التدخل الأجنبي. أنا وأنت لما حكيت لي توا على تركيا، الشيء الوحيد الذي يمكن أن نحن نوزنه بهذا المشهد بكل أطراف اللي حكينا عليهم أنه هو في حالة تزايد، أن هناك تزايد في التدخل في هذه البلد، تزايد. اليوم عندنا تركيا، من الممكن يكون عندنا شيء آخر بكرة وهكذا. إذن يقول لي المشهد بأني أنا في حالة تزايد للتدخل الأجنبي، ولكنني أعيش في أزمة تنافس وعدم ثقة بين أطرافه. لا يزال هناك تنافس وأزمة ثقة ما بين روسيا والبقية، ما بين فرنسا وإيطاليا،
ما بين الولايات المتحدة وروسيا، إذن هناك أزمة ثقة وتنافس بين أطرافه. هناك توجه في هذا المشهد واضح من المصفوفة اللي درناها على أنه متجه نحو إدارة الأزمة. إذن هذا المشهد بالنسبة لنا نحن هو مشهد استعماري من الممكن أنه هو يبقى يدير هذه الأزمة إلى ما لا له نهاية. الأوزان النسبية الثلاثة هذين لما أنت تأخذهم بهذا الشكل يطرح عليك السؤال التالي، باهي وين ماشيين نحن؟ صحيح، السيناريوهات القادمة شو السيناريوهات؟ يعني الأمور معقدة، الأمور بهذا الشكل نحن وين نمشي؟ ولهذا السبب أنا قلت بأن من خلال هذا التحليل أن هناك ثلاث سيناريوهات لا رابع لهم. خلينا نسمعنا. السيناريو الأول يقول الآتي، وهو اللي تحدثت عليه أنت يا أحمد، وهو يقول أن هناك سيناريو يسمى المحاصصة الاستراتيجية بين أطراف إدارة الأزمة. إذن سيناريو المحاصصة الاستراتيجية مفاده ماذا؟ أن إنتاج سلطة سياسية تحكس محاصصة استراتيجية وتوافق بين أطراف مراكز الأزمة. لو حصل يا أحمد هو المواطن اللي يسمعني، لو حصل إنتاج سلطة سياسية في داخل هذا البلد في هذه الحالة الراهنة للأزمة هي عبارة عن سلطة سياسية محاصصة استراتيجية. الذي شكلها وكونها وعملها مع بعضها ليس العامل الداخلي على الإطلاق، ليس العامل الداخلي يا 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 أحمد، وإنما هو العامل الخارجي الاستراتيجي. يتوقف نجاح هذا السيناريو على عاملين اثنين. السيناريو هذا إذا كان نحن عندنا بقناعة يجب أن تتوفر عاملين. العامل الأول وهو وصول أطراف الأزمة لتوافق يحدد مصفوفة مصالحها وتوزيعها. أطراف الأزمة اللي شفتوهم أنت هذين يتفقان مع بعضا على أن هذه المصفوفة هي مصفوفتن وبأن هذا توزيعها، وكل واحد وين حصص وأحجام، حصص وأحجام تترجم في حكومة قادمة أو في مجلس رئاسي قادم. إذا حصل هذا العامل الأول، وحصل العامل الثاني اللي هو ماذا؟ اللي هو استمرار أنا وأنت وغيرك من الناس ومجلس النواب ومش عارف منه والمجلس الشيوخ ولا مجلس غيري وغيرك كلنا، إذا كان حصل أن نحن بقينا مصطفين في محطة انتظار الحل الخارجي، إذن أبشرك بهذا السيناريو. إذن السيناريو المحاصصة الاستراتيجية حينتج السلطة تتوافق مع مصالحهم، لكنها تحتاج إلى عاملين. رقم واحد أنهم هم يتوافقوا على توزيع هذه المصالح، رقم اثنين أن نحن جميعا الليبيين نقعد مصطفين نرجو تحت في محطة قطار ولا محطة سيارة ننتظر في الحل الخارجي يجينا إلى حالنا. إذا توفرنا الاشتيين هذين واستمر توفرهم إذن هذا المعني. إذن ما هو السيناريو رقم اثنين؟ لكن قبل الثاني، نعم، الكثير يتحدث أنه تتحدث عن دول تتفق لتقرير مصير ليبيا، تتفق على أحجامها النسبية على أوزانها، نعم، وندخل في محاصصة بين هذه الدول لتركب حكومة معينة هي أقل ما يمكن أن نصفها به هي حكومة خارجية، نعم، حكومة أجانب وليس حكومة، نعم، ليبية. كثير يسأل عن الشعب الليبي، نعم، كيف سيوافق على حكومة من هذا النوع؟ كيف سيوافق على سلطة خارجية تضع أمامه أشخاص هو لم يختارهم؟ كيف سيتقبلها؟ لن تشكل إذا لم يقبلها هذا هذا الشعب، سوف نفقد العامل الأساسي اللي أنا قلت عليه. إذا لم يصطفوا في محطة الانتظار، يعني ما ننتظروا في أوتوبيس جاي ماشي فهمت وينزل لهم الحل، إذا ما اصطفوش الليبيين وقعدوا في مكانهم، إذا تحركت فيهم إرادة أخرى سوف لن تشكل هذه السلطة السياسية. السيناريو الثاني دكتور؟ السيناريو الثاني وهو سيناريو أنا سميته، فهمت، سيناريو العسكري اللي هو يتمثل في إعادة التمرد. أنا أقول ربما مع اختلاف مع كثير من الليبيين أن السيناريو العسكري لا يزال قائم. أنا في تصوري ما زال قائم، وقد أكون مخطئ. أنا من تحليلي
لحركة إعادة التموضع التي تحدث في جيوش في داخل البلدانها، فهمت؟ من الممكن أن يكون هناك تصادم عسكري. تصادم عسكري. أنا أقول السيناريو العسكري يمكن أن يحدث، وهو يعتمد على ماذا؟ يعتمد على تمكن القوة الصلبة من قلب المعادلة والتحكم في مسار الأزمة. يعتمد، مش ما فيش حد يقول لي قلت هكا وسبتني. يعتمد نجاح هذا السيناريو على 5 عوامل. العامل الأول وهو تزايد دعم الحاضنة الاجتماعية للقوة الصلبة. العامل الثاني هو تفاقم حالة الأمن والإرهاب في مناطق الغرب. العامل الثالث هو الاحتدام في حالة الصراع بين أطراف السلطة في طرابلس. والعامل الرابع هو قدرة القوة الصلبة على إقناع لاعبين دوليين بعدم جدوى استمرار الوضع الراهن. والاحتراف، احتراف هذه الدولة، الاحتراف أي احتراف القوة الصلبة بمصفوفة مصالح هذه الدول. لابد لكي يتم القوة الصلبة، تتحدث عن الجيش، هذا عن القوة المسلحة، على الجيش اللي هي صح المشهد الثاني اللي شفناه أنا فيه فيها، لأن كل لما وزناها الآن نحن طلعنا لنا سيناريوهات، فهمتوا؟ المشهد الثالث والأخير يا أحمد، فهمت؟ وهو مشهد جمود. وهذا اللي أنا نبي كل واحد يسمعني، فهمت؟ يفتح مزيد من القدرة السمعية، لأني نقول فيها وأنا عندي شعور بخوف عميق. سيناريو جمودي شو يقول؟ يقول بأنه بقاء مكونات الأزمة السياسية والعسكرية والجغرافية على ما هي عليه الآن. يعتمد نجاح هذا السيناريو على شيء محدد، وهو توافق أطراف مركز الأزمة بتأجيل الحل حتى تنضج خيارات أخرى، ومن أهمها التقسيم. سيناريو الجمود أمر خطير جدا. عندما تتحدث أنه هذا الجمود أو هذا الستاتيك الثابت الآن عند خط معين، سرت الجفرة، إذا استمر أكثر قد يكون ترجمة ربما لإعادة حسابات أو توافقات تتم تحت الطاولة بين دول معينة. نتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، روسيا، نعم، إيطاليا، نعم، وفرنسا، نعم، على سيناريو التقسيم. نعم، أنا أقول بأنه هذا السيناريو سيناريو جمود، مع مرور الزمن الهدف منه هو إنضاج خيارات، إنضاج خيارات قد تكون خيارات أخرى، لكن في تصوري بأن أهم خيار من الممكن أنه هو ينضج من حالة الجمود هو التقسيم. التقسيم خيار وارد جدا، نعم، الآن خاصة عند الجمود هذا إذا استمر أكثر. نعم، أنا أعتقد بأن، وأنت متوقع يا دكتور أن يستمر الجمود؟ أنا أعتقد بأن حالة الجمود هي أقرب كثيراً من السيناريوهات الأخرى في هذه اللحظة. حالة الجمود؟ نعم. أنت لا تريد أن تقول أنه سيناريو التقسيم هو الأقرب؟ لا، أنا أقول بأن فهمت، لأن لما يكون لما يحدث حالة جمود وتمتد حالة الجمود هذه هي تنضج خيارات. أنا قلت تنضج خيارات، بش ما يفهمنيش حد غلط، تنضج خيارات، ولكنني أقول أن أهم هذه الخيارات التي ستنضج هي خيار التقسيم. أنا أقول ما أدرك، بش نبقى صادق، فهمت؟ ولكنني لا أجزم بأن ما أقوله صح. فإذا قلت شيء يزعج أي طرف من الأطراف أو أي شخص من الأشخاص، أعتذر قبل نهاية هذه الحلقة يا أحمد. أنا استمتعت بحديثك دكتور، شكرا جزيلا لك، أتمنى دائما استضافتك حتى في حلقات قادمة لنستطرد أكثر في هذه الدراسة وهذا التحليل العميق لسيناريوهات لواقع الأزمة وسيناريوهاتها أيضا المحتملة. شكرا جزيلا لك دكتور علي سعيد البرغثي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بنغازي. مشاهدينا بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث، في ختامها تقبل تحيات معدي أحمد سالم وتحياتي أحمد القماطي في أمان الله. شكرا.